الاجتماعية، نحكي فيها مع ضيوفنا على كل ما يشغل لجان، وفرصة لإبراز المواهب الشبابية والتفكير بالشخصية المنسية. ميلا موعدكم مع بابيون كل سبت من 5 إلى 8 متاع العشية مع رضوان شبير على نجمة FM. بابيون تيروا معنا. الخمسة متاع العشية الموعد اللي برشا يستناو فيه، زعما شنو البرنامج هذا، شنو المحاضرته، نجمة FM شكون فيه وغيرها من التساؤلات. خليني قبل كل شيء نرحب بكم الناس الكل أو في أو مستمعي نجمة FM في سوسة 88-4 المنستير المهدية 88-9 وين تصلكم موجتنا، وفي بقية الولايات التونسية واللي يشاهدوا فينا توا على الصفحة الرسمية لنجمة FM بطريقة ستريمينج. ابقوا معنا، لزموا بلايسكم، أتاشي فو سانتور. خليني نقدم فريق العمل اللي محبينش نظهروه احنا في الأفيش من توا، بعد تشوفوه لكن مش نقدمه توا توت سويت. بنية مزيانة في شكلها وكبيرة في عقلها وثرية في ثقافتها، تونسية إيطالية. خلينا نقول لكم الاسم وهي تقدم روحها، اسمها إيمان. أهلا إيمان. تشاو توتي، بونا سيرا، بنفنوتي على نوسترو بروغراما. سونو إيمان دا ممسوس، سونو دوتشنتي دي إيطاليانو الونيفرسيتا. كويستا لاميا بريما إسبرينسا إي راديو. بونا فرتونا أتوتي نوي، ستاتي ألاسكولتو. Abbiamo un programma molto divertente che si chiama Farfalla, affrontiamo tanti argomenti, abbiamo tante cose da dire e da scoprire. Inshallah trascorreremo un bellissimo tempo. Grazie a tutti. Ma تخافوش، رانا مانيش نقعدوا الايطاليين كل راه تقولوا لنا راهي تعرف تتكلم بالعربي، هي باش تكلمكم بالتونسي. نقبوا فيرسيون شويه ايمان، حكينا شويه بالتونسي. عسلامه. عسلامه ومرحبا بكم على النجمة FM. ان شاء الله نعديوا عشويه مزيانه مع بعضنا. مرحبا بالناس الكل. نعرفوا عليك إيمان. ألوغ، إيمان من حمام سوسة، دكتورة في اللغات في الجامعة التونسية، مستشارة في المجلس البلدي بحمام سوسة. إن شاء الله نعدي مع بعضنا وقايت مزيان، وإن شاء الله تصير الإضافة مع بعضنا. به رجل آخر ديما نسميه الشاب على الدوام، أنيق بوغوس. بوغوس راهو الحقيقة معناتها برشا كان يشوف عندهم عكس هذا. بون شوية سمنا ما خارج عليه بالممتازة ياسر، خارج سمنك الخارج برشا، ثقافته واسعة برشا، نعرفوا عندي برشا سنوات يحكي في كل شيء ويعرف يحكي في كل شيء، خاطر عندنا برشا ناس يحكيوا في كل شيء لكن ساعات ما يعرفوش يحكيوا في الحاجة الأسعد نقولوها له مباشرة. خلينا نقدم عماد. أهلا وسهلا. أهلا بك سي رضوان، مساء النور، مساء اللي يسمعوا فينا الكل على نجمة FM. إن شاء الله نكونوا يفضل عليهم مدة 3 ساعات من 5 إلى 8 في برنامج جديد البابيون اللي فيه زميلتي الإيطالية التونسية، زميلتي طبعا بعد يعرفها سيرة دوين. سعيد زادة وشرف لي أني نكمل التجربة الإذاعية معك. أنا عماد من سوسة، دونك ديركتور كوميرسيال بون توا أون ستوند باي، هذاك عليه شوية السمن اللي علقت عليه قبيلة رضوان شبيل. يعطيك صحة، أنت محافظ على الأناقة نتاعك، توا نرجع في الكورس بالطريف بالطريف. هوني ما نجمة تبيع، احنا ولاد نجمة بحول الله معناتها إن شاء الله باش نوصلوا تجربة مع بعضنا. كانت عندنا تجربة سابقة في فريق نهار لحد برنامج اللي عنا بالسيارات، وكان عنا برنامج زادة نهار تخميس حكاية غرام وكيف كيف اسواعتك. رجعنا تو في بابيون البرمجة الصيفية، برنامج كامل متنوع مع رضوان شبيلة. اني تو نحس في شعور، قولي صحيح ولا غلط، حس عماد شعوره مختلف مش كيما يقدم ينشط كيما عرفت البرنامج اليوم مكبوس شوي صحيح ولا مكبوس على الاخر. اول حاجه رضوان شبيل عندك الف حق، الغياب مده 3 أشهر على الغاديو بالحق مأثر فيها على الاخر. بكي شارب ظهر لي 3 قهوي انت بدك لاحظتها، ومش كيما انيماتور وبروديكتور كيما كرونيكور. انا بكي نغزر لك ونذكر في روحي ونضحك الاولاد راك فيهم رجيب محمد وام والكونديكتور ولازمك تجي في الوقت ونفي سي في باس ولا وناحي التليفون. الو مخيبها انك تكون بلاصه التلميذ. مش تلميذ، ديما احنا نحترم المستمعين برشا. خليني نقدم الشخصيه الثالثه اللي معانا، بنيه مزيانه برشا، متربيه متخلقه برشا، نحب نستعمل كلمه بزاف مش برشا، مش برشا فنانه، صوتها حلو برشا زاده فين وياسر، مغرومه بالثقافه الفنيه، عندها متابعين ومعجبين بزاف كيما تقول هي، مغربيه فنانه شابه حلوه برشا، اسمها شمع. مرحبا بك سي رضوان وبجميع المستمعين والمستمعات ديال نجمة FM. غادي تسمعونا وتشوفونا كل نهار سبت من 5 ديال العشية حتى للثامنة مع رضوان وإيمان وعماد وأنا شامة في برنامج بابيون، فقرات متنوعة، ضيوف متنوعين، وأكيد مع بابيون غادي تطيروا معنا. لو ياسر شامة سبيسيال برشا عن الغنية نتاعك، معناتها نحس فما خصوصية من بعد ونسمعوك والناس تسمعك، وواحد في كل حصة زادة باش تحضر لنا أغنية خاصة بالبرنامج. الجيتار ديما معاك كالعادة.
هي الصديقة الوحيدة ظهر الجيتار اللي معك انت. احنا نقولوا كتابي انيسي نقولوا جيتار انيستي هكا. جيتارتي انيستي. ثلاثي الانس هذي اخترتم الحقيقة بعد عملية صعبة من الاختيار، تعرف الصحاب برشا والمعارف ياسر، لكن حمل المسؤولية ومدى تناسب الشخص مع صبغة البرنامج، خاصة وتقمص دوره في الحصة يطلب جهد في الحكم. نسمع برشا اسماء ولو ينشطوا بصفة كرونيكور ولا كرونيكوز، هذا جابوه خاطر ياباني والاخر خاطر روسية والاخر امريكي، واختيارات اخرى خاطر الإثارة المبتذلة والمجانية وسد فراغات وتعويض للإفلاس، كما زاد شفنا بعض الاختيارات في بلاصتهم الحقيقة دي كرونيكور في إذاعات ولا في تلفز. احنا بعيد على هذا الكل، المقياس الوحيد الموجود في الثلاثة اللي كنتوا تسمعوا فيهم هما زوز مقاييس، هي الموهبة في أنه يكون ينشط، أنه يكون يقدم، أنه يكون عنده صفة متاع إعلامي، والثاني حاجة هي المعرفة الناس هذوما شنو نسمعوهم، وكي نسمعوهم تو نفهموا يفهموا في الأشياء اللي يقولوا فيها ولا ما همش يفهموا في الأشياء اللي يقولوا فيها. بقطع نظر على شكل وعلى الجنسية وعلى شهرة ولا حتى شيء، ما حبيناش ناخذوا حتى الجانب، الحقيقة في مسيرتي الإعلامية عرفتهم بالصدفة، مش على خطر مغربية الشامة جبناها، وإلا على خطر إيمان زادة عندها خلينا نقولها الثقافة الإيطالية، وهي تقري زادة في إيطاليا، راهو سي با فاسيل تونسي يمشي يقري اللغة الإيطالية في وسط إيطاليا، قريرهم لغتهم في إيطاليا، معناتها عندنا كفاءة وطنية. حبيت نكرم الكفاءات الوطنية الكل والأساتذة والباحثين انطلاقا من إيمان اللي هي موجودة معانا، كما زادة عماد زادة الحقيقة واحد من الكفاءات التونسية في مجاله، ديناميك على الأخر يخدم، عنده كونسبسيون، عنده طموحات كبيرة. عماد راهو اللي يحب يمشي يتفائل شوية يقوم الصباح يطلب عماد تو يعطيه الدوزا لا كوتشينغ ولا شيء الحقيقة. عمره مره اللي شفته يشكي، عمره مره اللي شفته متقلق مستحيل ولا منرفز، معناتها الحقيقه قلت هذا هو باش يعطينا دي نوسيون ايجابيين، وتبارك الله عليه زاد معبي في مخه يتبع برشا كونكتي بالكدا ويعرف وتو هذه الكل تفهموه، مش هذا في اني اما خليني نقول راهم مش موجودين من فراغ لهنا، هما عن استحقاق، مش على خاطر صحابي ولا نعرفهم، لا عندنا برشا صحاب كنا نجموا نعبيو استوديو بالصحاب، لكن زاد يعذروني المجموعه الاخرين كم زاد فما ناس اخرين نجموا يكونوا موجودين، لكن الاختيار صعب، لابد ان يكون موجود. خليني نقول معناتها المواطن والمستمع تعود شوية بالوجوه، عنده ساعات أحكام مسبقة، كل شخصية لهذه عندها مواصفاتها وعندها طريقتها باش توصل وتفيد المستمع. وثلاثي هذين إن شاء الله باش يكونوا معانا كل حصة، كل عشية سبت من الخمسة للثمانية، ربما نطعموا الفريق بأسماء أخرى ونلقاو فما فايدة ونلقاو كل شيء. عنا يضيف زادة توجيه بحذانا ضيف رئيسي مش يكون وجه من الوجوه المعروفة على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد العربي، كما مش يكون عنا شخصية زادة نجم تكون جهوية وطنية قامت بأعمال كبيرة باش تكون معانا، كما زادة شخصية الكاتبة والأديبة منجموش نستغناو على أصحاب الفكر وعلى أصحاب الأدب. خليني ما نتكلمش برشا 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 كلام اللي كتبته مش لازم نقوله، خلينا نبداو مباشرة بالغنية الأولى، وإحنا متوكلين على ربي على باب الله، شهر زاد هلال على باب الله، بعد عندهم ما يقدموا لكم الثلاثي هذا، الثلاثي الكبير برشا، الثلاثي الخطير خلينا نقول. انه عشتك من بعدي فاجئني بقصتك
انتم تسمعوا في بابيون على نجمة FM. هذا برنامج بابيون. خليني نكمل شطر التحية الأخرى اللي احنا نسيناها مش نكملها بولاد الدار. توا احنا توا انتم ضيوف سيد وما عادش ضيوف راهو باش تعتبروا انتم باش تولي ولاد الدار. ثلاثة كرونيكور اللي معانا لهنا، خلينا نقول ثلاثة مرافقين. يعني الحقيقة ثقيلة شوية هذه كرونيكور، نحسها ابتذلت العبارة شوية. خلينا نقول ثلاثة مرافقين معايا، ثلاثة منشطين، احنا أربعة منشطين موجودين. خلينا نحيي بلال ساعة في الإخراج، زميلي هو في الليل معناتها البرنامج الباك، وزميلي زاد في مدينة ودنيا، وتوا خلط ليلة الجمعة وتوا ليلة السبت معناتها، فهمتني ولا؟ هاكا معايا بلال. نحيي كل جماعة الكل في الإذاعة الحقيقة، ناس حلوين برشا من غير ما نسمي. هاي أسامة معايا لهنا، بشير معانا، يولدز، مريم، الكل معناتها، زيدوا سميوا لي أسماء، سميولي بربي باش ما ننساش. نحب نحييهم الكل، باهي الكل الكل. بشير، منتصر، منتصر شيراز، ايمن العوني، نسميهم الكل. سيدي اسمعني، لا نحكيو على اللي يخدموا في الاذاعه. احنا عطينا الناس القارين في الاذاعه، نحبوا نحييهم الناس يخدموا ليل ونهار، يعطيهم الف صحه، يعملوا في مجهود ياسر ممتاز. عندنا دي تكنيسيان رائعين برشا راهو في نجمه. يعني الحقيقه تو ما عنديش برشا نخدم في نجمه، شوف الخدمه، شوف الكاليتي نتاع الخدمه، شمباه زاده في الكاليتي نتاع الموسيقى، موسيقى حلوه برشا معناتها، قاعد يعدي في حاجه مزيانه. الخدمة التكنيك مو حلوة ياسر، البرامج اللي قاعد تقدم تباعا، فما برشا اجتهاد. خليني نقول يعني مانيش ما نسمحش روحي باش ننقد برامج زملائي، لكن خليني نقول راهو فما برشا اجتهاد واقف عليها مدام ابتسام سي رضوان، يعطيهم الصحة زادة، واقفين على الإذاعة هذه. نحب نشكرهم، شكر راهو نتاع محبة، لا شكر نتاع شقولة شق فيش هي، لا 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 عندنا قفلة عندنا حد شيء. لا شكر نتاع محبة، ما عندناش علاش باش نهزوا، كنا أصحاب، كنا ديجين مع بعضنا، ولا يعطيهم ألف صحة. ومعناتها خليني نحييهم الكل، قاعدين خلية نتاع نحل الحقيقة يخدموا، وإن شاء الله تقدموا حاجة مزيانة برشا. خلينا نتحدث شوية على إيمان شامة، قلنا ومعانا عماد لهنا، ثلاثة وجوه جديدة على الإعلام المرئي، ولو أنه عماد ظهر شوية في برامج إذاعية، لكن الحقيقة إني من ضربة البداية عمري ما كنت متخوف، معناتها الحقيقة كانت عندي ثقة تامة. وتو كنت نحكي معاهم في الأوف، عملوا تقديم حلو برشا، عملوا ديماراج باهي، يعني بيدي يفاجئوني، عندهم كاليتي باهية برشا، وإن شاء الله نكملوا في هذايا، خاصة في المادة اللي باش نقدموها، هي مادة إعلامية هادفة، مانيش باش نطيحوا معناتها النيفو، نحكيو على الذوق الرفيع، حوايج ثقافية مزيانة برشا توصل فيسع المواطن. ناقصين برشا احنا النوعية نتاع البرامج هذه. وراهو كي نقولوا ترفيه راهو مش معناتها تشليك الدنيا، معناتها لا، ترفيه راهو عنده قيمته. هاك تشوفوا ضحكنا، عملنا جو وكل شيء، حتى المعلومات اللي باش نقدموهم ولا الحاجات اللي باش نقدموهم باش يتقدموا في إطار ظريف برشا. أول الفقرات هذه باش نمشيو مع الفقرة الأولى، هي فقرة شفت وسمعت، من بعد نرجعوا نتحدثوا على البلاتو. سمعت وشفت. سمعت وشفت فقرة تعتني الحقيقة مرآة، احنا مش نحاولوا، كل واحد فينا يقرأ ويتبع ويشوف المقربين متاعه، ويشوف مواقع التواصل الاجتماعي، شوف الناس اشتبعت شنو البرنامج اللي ضرب أكثر شد الانتباه، شنو هي الديكلاراسيون ميدياتيك اللي شدت الناس وعملت بوليميك مثلا، وإلى غير ذلك. معناتها ماهيش أمور شخصية، ماهوش رأي شخصي، معناتها باش تكون فما آراء تعكس آراء المجموعة بأقصى اجتهادنا الأول. قبل ما نشوفوا مجموعة اللي معانا لهنا شنو البرنامج التلفزي اللي شدهم، ولا شنو هي الديكلاراسيون ميدياتيك اللي شدتهم، ولا حاجة، خليني نشوف ساعة قبل كل شيء شنو شدهم الأسبوع هذا. من خليني نقول من قبل، خاطر إن شاء الله تو الجمعة جايين ونحكي ونقول لكم شنو شدكم من نهار الأحد اللي فات حتى نهار السبت هذا. خلينا نبدأ بعماد. عماد هاكي بوزي في روحه بكري في التصور في الصحة فوتوجيني بامتياز. عماد شنو شدك الأسبوع هذا؟ هو والله تعقيب ساعة على كلامك رضوان، الأسبوع هذا كان حافل برشا أحداث، دونك كسوة معناتها باش نهرب بكم حتى من ثقافة إفلاس شركة رونو وكارلوس سوسن. أي هكا خلص خلص البيب تاع رونو بالضبط. لا لا سي رضوان كنت أسمع فيها ويعمل في البيب تاع شركة رونو اللي تراجع على معناتها قضيته هو. وفما الإشكال زاد العنصرية المقيتة اللي قاعدة تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية والانتفاضة الكبيرة. اختير حاجة برك مش اختير كل في الأخر باش خذيت لنا الفقرة نتاع طفلة على فلويد اللي توفى عن طريق الشرطي اللي ضغط على رقبته توا. باش حد يحكي توا على ترامب وتويتر باش نوصل لك الحكاية هذه. انه راهو تو يسمعوا فينا الناس معناتها ما نحبش، يعني فما ناس يقول لك زحته ومشاكل تونس الكل، احنا مربوطين في واحد عنده مليارات في شركه رينو فلس يعني ما ديش سخفوا ما سخفوش الناس اللي فلست لهنا في تونس عندهم مشاريع. اوزر لي باش نبداو عطينا حويجه برك شكل برك على اكثر حاجه. اكثر حاجه هي التواصل الاجتماعي وما ادراك مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نقوموا على اخبار معناتها ممكن ما كناش نتصوروا انه فما دي كونت يتسكروا في فيسبوك في تويتر، منهم الزميل هيثم مكي في مزايا
نحييك زاد مدام سماح من الأشهر زيد عملنا ببليستيات اليوم نهار مبروك عليك بربي قيدة بليل خليه فكتر عليه ودخلنا في الإذاعات ويعملنا في ببليستيات ودعتينا مواقع تسكرت وكهوش عنا فيهم فما مواقع تسكرت عليش تسكرت خاطري دارت فيسبوك بدلت الكونفيدونسياليتي بعد ترامب صح الأوردر نتاع الكونغرس باش يسكر تويتر ودي تجبدنا على هيثم هذيش ليها شخصية كبيرة في البلاد هذا كبير معناها حاجة كبيرة برشا احنا مش نحكيو عليه إنسان عادي وكهو فهمت مش مش سكر كونت نتاعه هو معناتها سي اما هي سابقه رئيس الجمهوريه هو سكر الكونت اي ما تسكروا بعض المواقع الاجتماعيه اما اني حبيتك تحكي على حاجه شفتك امس حضرت الوقفه الاحتجاجيه والاحتجاجيه المضاده اللي صارت على البلاد العربي البوليميك هذه نجيوها من بعد شويه عليها البارح كنا كنت حاضر في الوقفه الاحتجاجيه احكي لي شويه شنو جرى وكهو هي بالضبط هي وقفه مسانده مانيش نسميها وقفه احتجاجيه وقفه مسانده فما زاد كوتي الاخرى محتجين والله هم محتجين عندهم مده اي وزاد هم في نهارتها محتجين هم محتجين عندهم مده دونك البارح وقع قرار وقفه متسانده مع العشره نتاع الصباح في مدخل المدينه الحربي وقفه متسانده القرار السيد رئيس بلديه سي اقبال خالد اللي المره ذي قرار المجلس البلدي اللي حب ياكد انه القطع مع الماضي والانتساب الفوضوي في شوارع المدينه العتيقه خاصه ناجي فرنسا والانتساب الفوضوي اللي اثر بسمعه المدينه العتيقه اللي هي مسجله تراث عالمي شنو حصل؟ البارح كانت ان معناتها نقولوا احنا وقفه متسانده شكون هما اللي يساندوا في رئيس البلديه؟ شكون؟ فما جمعيات مجتمع مدني نقولوا ثلاثة ولا أربعة جمعيات فما كلمة ولات نشاز مجتمع مدني هذا يعلق مجتمع مدني ونحن نقولوا فما جمعيات وظهر لي فما منظمات زادة معروفة كما الاتحاد الجهوي للشهر منظمة الدفاع عن المستهلك زادة موجودة لهنا كما زادة نتاع حقوق الإنسان مرز تاع حقوق الإنسان ظهر لي اتحاد المرأة زادة هذوما المنظمات المعروفة على المركز الجهوي فما بعض الجمعيات جمعيات كبيرة زادة برشا هكا ولا فما جمعيات هزوا لفتات لأنهم مع قانون هل ما نقولش قانون يعني مع تطبيق القانون قرار في قرار منع الانتصاب الفوضوية لكن فما ناس اخرين المضرورين زاد لازم نحكيو عليهم شويه زاد عيمان اني مانيش نحكي لهنا راني الناس المولى البراوت خاطر فما ناس معناتها عندها خمسه او سبعه وجايبين ناس معناتها يستغلوا معناتها في حاله البطاله نتاعهم يعطوا فيهم في 10000 فرنك في النهار وعندهم عشرات البراوت يسيروا فيهم من البعيد كما زاد عندهم برشا نصايب في المرشي ملكهم هم وحاطين ناس تخدم هذوما راهم ناس معنا عمرنا من الداخل والبرة صحيح هذا هو الإشكال احنا توا لازم نحكيو على الناس كالزواولة كلا مسكين مكسبوا برويتا بعرق جبينه عملها شراء كلك بورتكلي وشراء درشنو وينصب بها شارع تاريخي هذاك شارع فرنسا من احنا صغار رانا نعرفه بالضبط. من غادي كنمشيو نشريو زاد شفت مواطنين قالوا راهو احنا استنسنا يعني سمعت مواطنه في اللي كومونتير تحكي وبرشا يحكيوا على صوتها هي زاد خلينا نمشيو نعطيو الاراء الاخرين مش منظلمهمش يقول لك راهو الشارع نتاع بلاد العربي راهو فك نصب كي نمشي ونشريو حاجه ونعملوا كذا ونعملوا كذا زاد يقول لك هما رخاص يبيعوا نمشي نشريو مثلا لازم نفهموا الشيء هذا هو وفي الراي الاعتدالي اعطيني الراي الاعتدالي اخطانا من المساند واحنا مناجده والمسانده احنا نهضر عنا قداش انا من منطلق الحياد معناتها الحقيقه انت قلت استنسنا بالشارع نتاع الموجود غادي مش قلت عبيد قالوا به عبيد قالوا مستنسين بشار مكسوا في رمضان ولا قبل شغل الفطر ولا حتى في سير الايام نهار الاحد انا شخصيا ملي انا صغير كنا نهبطوا للبلاد العربي ونشوفوا نصب تبقى في ملي وقع معناتها ما نقولوا تسجيل مدينه سوسه الحقيقه تحس فما بعض المظاهر هما يقولوا بعض الاحوان تغادي فما بعض المظاهر المخله وقال لك احنا ما عادش خالتين معناتها احنا توكي خلصوا اداءات وسي ان اس اس وضومه وكل الحرفاء يتعداوا ما يخزروش ما يتعداوا الجمله الحقيقه البارح فقت برشا حوين تحلين جدد باش نعطيك انا الحل هما فما دو معناتها ايبوتيز البورت القديم وانت تعرفوا مين ماري مارشون صارت قبل معرض القديم احنا نقولوا مشاو في باب جديد كانت تذكر 2011 نيابه الخصوصيه خسروا فلوس كي تراب عملوا بيوت بالطوله وزاد هذوما ولا تحاسبوا ولا شيء فلوس مشيتها سبهله وهدموهم ونحوهم وكل شيء اني من رايي حسب رايي معناتها الراي الاعتدالي خلينا نقول هو صحيح راهو زاد كثرت برشا مشاكل في النصبات راهو فما اختلط الحابل بالنابل وفما عارك وكلام زيد ولا هذا يجيب اللي يجيب يحط نصبه يجيب ولاد خالته ولاد عمته وانسويت كثرت برشا مشاكل وحكايه زاد حتى بعض الجهات الامنيه حكايه وزاد حتى مام على ممنوعات قاعده تجرى غاديك برشا مشاكل احنا خلينا نقولوا معناتها البلاصه هذيك نفضيوها خاطر زاد فما دو مارشي غاديك مارشي العراوه ومارشي باب جديد صحيح وتكون مزيانه يعني شفت تصاور حلوين برشا معناتها شارع فرنسا ولا بالحق شارع فرنسا خش عليك في شارع فرنسا شونزيليزي صغير شنو ناقصنا شويه عمارات شويه قاوي وكا وحكايه فارغ ولي شونزيليزي دونك مع انه يكون فما بلايص اخرين
معناتها منظمين وزاد يعطيهم قدرهم يحطوهم في بلاصة لايق ولا مش من راهي من الشروط ولا مفروض عليها البلدية باش تلقى لهم بلاصة. راه انسان هو خارج اللوا ويجي يقول اعطيني زاد ما يجيش هذا. دونك احنا يلزم زاد نسمعوهم زاد ما عندنا مشكل تاع كومينيكاسيون زاد خلينا نقولوا عماد زاد الناس هذوما محروقين. راه تصور انت رزقك ما بين ليل ونهار اي لا ابار هو قال لهم قبل فما اجتماعات وسم تنبيههم خلينا نبداو متفاهمين لكن ما يعنيش راه شوف راه الانسان مسوا في كل شيء إلا في الرزق متاعه هو مثلا خلنا نتفهموا فما أمور نفسانية أن العباد هذوما كنت نتصور فما مختصين نفسانيين هم اللي يحكيوا معاه خاطر راهو باش نحيلوا رزقه أسافوار كان قبل يصور في 15000 يا أخي شنو مصوارهم هما في كينيجا فرنسا مالكش يصوروا في المليارات اللي يصوروا في المليارات هما الكناطرية ولا هما الزرق ومساكن يصوروا في حاجة بسيطة كذا كي باش نحولوهم لبلاصة أخرى نجمك الحاجة البسيطة هذيك يكون يصوروا في 10000 يصوروا دينار خلينا نقالوهم نعطيهم شوية ثقة ويحسوا فما ثقة ويسترجعوا الثقة في كل شيء زاد لا يساعدنا لا يجوع كيفاش يقولوا لا يجوع لا يشتكي الراعي لا يجوع فنشوف إيمان شنو الحاجة جبدتها الأسبوع هذا شكرا لك إيمان والله أني أني الحقيقة مانيش مغرومة برشا بالتلفزة تحكينا على البرامج التلفزية قبل ما نحكيوا على البرامج التلفزية خلينا نشوف فماش حاجة شدتك الساعة الأسبوع هذا تحب تحكي عليها أنت والله اللي شدني كما قال عماد معناها ما نعاودوش عاد ما نعاودوش لا 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 من غير ما نعاودو أما اللي شدني هو عندي برنامج تلفزي هو اسمه فوق السلطة لا مو باش نحكيوا بعد البرامج التلفزية إيمان خلينا نحكي شيء فما حاجة شدتك الأسبوع هذا أعطينا ترى شوي من بعد نرجع نحكي على البرامج التلفزية شد انتباهي هذا الأسبوع حتى هزات الرأي العام في العالم ورجعت قضية التمييز العنصري على أساس لو اللي على الأضواء من جديد حتى وقعت في مدينة مينيابوليس في أمريكا راح الضحية ديالها شاب أمريكي من أصل إفريقي أسمر اللون جورج فلويد وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وفي جورج كيتوصل الشرطي باش يخفف على الضغط على الرقبة دياله حيت ما بقاش كيقدر يتنفس المهم مات هذا الراجل مسكين ورجعنا عاوتاني مرة أخرى لهذاك التمييز العنصري اللون وكل شيء حتى مؤلمة جدا أكيد أنا حتى ديما نرجعوا احنا الحقيقة زادة مو زادة كنشوفوا حاجة به زي ما نقولوا زادة معناها كان صارت الحادثة هذه في تونس كان عون أمن قتل شخص بالطريقة هذيك في وسط تونس رانا الأمن شيطناهم ورديناهم وندرشنو احنا نحمد ربي على الأمن الموجود عنا صحيح تحدث بعض الحاجات الاستثنائية خلينا نقول الشاذة مش نقيسوا عليه او مثلا ضرب ولا ضرب واحد لما خويا احنا جنة والأمن متاعنا ظهر سي عماد احنا جنة الأمريكان وبحضارتهم وكساوي متاعهم وندرشنو وأمن متاعهم يشد عبد معناها انت كان شفت الحادثة معناتها مشينة جدا يحط ركبته على رقبته ولحد القتل المرة الثانية للمرة الثانية صارت قبل 6 سنوات ونفس الإشكال راهو الطريقة نتاع تعاطي الشرطة الأمريكية مع المحتجين راهو عن طريق سرقة صغيرة قام بها جورج فلويد للمرة الثانية بعد 6 سنوات يتكرر نفس السيناريو في ولاية تعوج أكثر بالسود دونك اللي قاعد تصير والتوحل خلينا نزيد نقول إني راهو بعد 2011 تغير برشا الأمن يعني عندي برشا أصدقاء نشوفهم حتى الناس اللي ما نعرفهم نشوف حتى من البعيد وإحنا نتنقلوا نشوفوا رجال الأمن تاعنا تدخلات نتاعهم وين كانوا على قبل معناتها بالحق معناتها يعني نشوف الأمن يهز في مرة كبيرة ويعدي فيها شوف الأمني قاعد يعاون في كذا الحقيقة فما حالات صحيح احنا ماذا بين الباهي والخايب في كل بلاصة وان شاء الله الباهي هو اللي يعلمك الخايب شفت الأمني الباهي قادر لأنه باش يعلم 10 يردهم كيف هو في سلوكه تحية الأمن متاعنا الحمد لله احنا معناش أمنين بالأجريسيفيتي هذي بالوحشية هذي مرت احنا بلا نعمله معناتها أمن متاعنا ملايكة يعني يدخل في معايير الحس الإنساني الأساسي زي ما نقول وكي نراه حاجة به زي ما نقول وإحنا نكمل لتاك لتاك أو الأمن هاو ندر شنوها معنا بالحق والله ملاك يشوفوا هكا خوي نحمد ربي على بلادنا نرجع البرامج التلفزي إيمان شنو شد البرامج التلفزي شد اللي شدني هو برنامج اسمه فوق السلطة برنامج يتعاد في قناة الجزيرة كل يوم جمعة على الساعة 7:30 الحاجة الأولى اللي شدتني في البرنامج هذا هو الكاريزما متاع المذيع دونك يعطيه الصحة عنده نبرة صوت عنده نبرة صوت هكا عشان يقولوا مزيان نضحكوا ما فهمتش عليه لا مزيان حلو معناتها واحد مزيان مولتو بيلو عماد ضحك هوني ضحك عماد مزيان هاو ضحك خويا مش مزيان مانيش مستنسيت برشا بالإطراء يا سي رضوان دونك اللي شدني اللي هو المذيع والكاريزما نتاعو والوقفة نتاعو يعطيه الصحة معناه ذكر اسمه لا والله ما نذكرش انت عملت كيما محبت نسيت اسمه مع محبه البرنامج هاي خاطر اللي شدني لاكثريتها اللي شنو اللي يعالج البرنامج هذايا اللي هو يعالج الاحداث نتاع كل اسبوع باسلوب انتقادي واسلوب هجائي ساخر على طريقه الكوميديا السوداء مع الاحتفاظ بجانب من الجديه اللي يعمل في الحوايج السياسيه والى غيره الحوايج السياسيه هكا بنبره اني مش نربط معك شويه برنامج تاملات على قناه الجزيره برنامج رايع برشا مدحت صالح معناتها برنامج ممتاز جدا شعري تاريخي
اسمه تأملات، تبعوه برشا على قناة الجزيرة. الجزيرة معناتها برنامج ثقافي حلو برشا، يجمع بين الشعر وبين التاريخ في فيزيون أخرى إذكية، ويحضر شاعر في الأخر بقول لي معها انترفيو، حتى طريقة تقديم سلسة والديكور حلو برشا، وهزنا إلى عالم آخر. احنا تو بلال بكري بشي هزنا إلى عالم الأخبار، نمشيو الأخبار مع إقبال الصوت الإخباري الظريف، خلينا نقولوا إني بالحق مع إقبال، ومن بعد نرجع نحطه في البلاتو. Hey, tengo la paura, ma fa niente. دقيقة للنجمة فهم. مرحبا. المجلس البلدي صادق أمس على مشروع إطلاق اسم المناضلة الحقوقية ما يجري به على أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة خزامة الغربية، ويمتد الشارع هذا الواقع بمنطقة حيوية من مفترق نهج خليفة القروي الحدود مفترق شارع الزعيم ياسر عرفات. وللتذكير فقد تم تقديم المقترح هذا من طرف لجنة الشؤون الإدارية بالبلدية منذ 7 جون في الفارت، وذلك اعترافا للفقيدة بنضالها في مقاومة الاستبداد وتخليدا لذكرها كرمز من رموز الثورة التونسية. في
فرقة الحرس الديواني بسوسة وعلى إثر عمل استعلامي تمكنت من حجز 300 ساعة يدوية ذات علامات أجنبية مقلدة، إضافة ل 1415 جرام من المصوغ المزيف المهرب وقطع إلكترونية للهواتف الجوالة، وقد بلغت قيمة المحجوزة 83,000 دينار. على إثر المناوشات لجدة اليوما في منطقة تنبار التابعة المعتمدية قبلي الشمالية ومنشية التابعة المعتمدية سوق لحد، فقد شهدت الآن قبلي هدوءا حذرا، وتعود أسباب المناوشات بين أهالي القريتين إلى رسم بيان لحدود أراضي عقارية اندلعت على إثرها خلافات. ويذكر أن المناوشات هذه أسفرت عن إصابة 6 أشخاص في صفوف الطرفين، 5 إصابات منهم بالمستشفى الجهوي بقبلي، 3 منهم بالرش وزوز بالحجارة لأشخاص من قرية تنبارة تابعة المعتمدية قبلي الشمالية، ومصاب وحيد في المستشفى المحلي بسوق لحدة. في الختام، قوات حكومة الوفاق الليبية تتخذ من طرابلس مقرا لها، أعلنت عن إحراز تقدم في المواجهات مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر جنوب العاصمة. نهاية الموجز، قدمت لكم إقبال برأيك، أكثر تفاصيل تلقاوها على نجمة فام.com. في أمان الله.
بيبي بابيون على نجمة FM. مرحبا بكل ملتحق بينا. بدينا ندخل شوية في الساعة الثانية من بابيون. بابيون لي سؤال تسأل الحقيقة برشا سألوني قال لي علاش اخترت اسم بابيون. خلينا نشوف الجماعة البحذية بابيون شنو يحيل لهم. تراها شنو يحيل لك اسم بابيون؟ البابيون في كلمة الفراشة بألوانها المتنوعة. ألوان إيمان التجديد والخفة. زوز اخترت الحرية. اسم بابيون خلينا نذكر شوية. صحيح احنا حبيناه يكون موجود على الفراشة، نعرفوها احنا لا هي الحيوان ما يتميز به من تناسق رباني، تناسق الألوان وكثرتها وسرعة الحركة متاعها، تعد البلايس اللي تتنقل فيهم في أقل وقت ممكن، وين تقف البابيون تفيد. دونك احنا الفقرات نتاعنا وين نجمو نقفوا على الفقرات نتاعنا نفيدو. وايضا زادة خذيناها شويه على البابيون اللي تلبس هذيا اللي تشوفوا فيه هذيا ان شاء الله يكون مزيان. صح مزيان برشا. صارت لي فيه برشا مشاكل وما حطيتو على الباج نتاعي لهنا، والناس تهني فيها مش في بالهم، كل واحد يقول لي مبروك، واحد يقول مبروك الخطوبه، واحد يقول لي مبروك العرس، ومشاش في بالهم لاني قاعد نعمل في شويه ماركتينغ للبرنامج. ديما البابيون هو علامه النبل، علامه الليليغونس، ديما ساعات نلبسوه زادة في المناسبات الكبيره. دونك احنا حابين يكون رمز البرنامج نتاعنا بما فيه نوعا ما خليني نقول معناتها فما فقرات معناتها نبل شويه، معناتها باش نحكيو شويه على الامور الثقافيه الفكريه الفنونيه لغير ذلك بطريقه اللي هي اصليه خفيفه. هكا عليه زاده بيكون ملون. اخترنا اسم بابيون، قلنا ما فماش حاجه احسن من اسم بابيون. خلينا نرحب ساعه بضيفنا في الساعه الاولى سي سامي ملولي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. شنو هولك سي سامي؟ لاباس؟ سي سامي باش يكون ضيفنا في فقره شخصيه منسيه، طبعا بعد نعرفوا شويه بسي سامي والشخصيه المنسيه زاده اللي هي والده ربي يرحمه وينعمه، ناس من الناس الافاضل الكبار برشا، وحنا للاسف ننساو الناس الباهيين نتاعنا، هذا المشكل الكبير برشا باش نحكيو فيه بعد شويه. خلينا نمشيو ساعه للربريك غنيه وحكايه مع شيما بعد نرجع. غنية وحكاية، كل غنية ورويتها، وفي غنية وحكاية نعرفوا أصل الحكاية. كما قلت لنا يولدز نعرفوا أصل الحكاية. احنا عادة ديما نسمعوا بالغناء حاجتين، يا معناتها ما نعرفوش الكلمة نتاعو، نكملوا ندندنوا شوية وشطر الكلام ما نعرفوش، ولا زاد عنا مشاكل كبيرة برشا في النص نتاع الغنائي، ولا عنا مشاكل كبيرة في النص نتاع الغنائي. نص رديء جدا، كتابة كلمتين، أي كتابة كلمتين معناتها ينا برسو، ما عادش فما غناء يبقى. معناتها نقول عماد فماش غناء جديدة تنجم تبقى لك، مستحيل مستحيل مع الموجة الأخرانية نتاع الأغاني ساندويتش الكلمة الشهيرة ما عادش حتى يبقى. عندك غناء في مخ؟ لا مع الأسف. سي سامي فماش غناء شكون يطربك في الجيل الجديد هذا؟ نحي بوشناق ونحي زياد غرس هذوكم القدم نسميهم. لا ما أعطيني تو شكون يطربك؟ ما قعد كان زياد غرس. كان زياد غرس ما عادش فما غرس. نعرفش بلال أصوات مزيانة لكن هي اللي نفتقد دائما للكلمة، لكن الأصوات موجودة الكلمة. هكا علاش احنا توا الفقرة هذه هي معناتها مركزة على الكلمة. حبينا في كل مرة شيما باش تقدم الفقرة هذه كل مرة باش تختار لنا غناية والكلمات نتاعها وتحكينا شوية على الحكاية نتاع الغناية هذه كيفاش. تفضل شيما. في كل أسبوع في فقرة غناية وحكاية غنختاروا غناية من الغنايات وغادي نتعرفوا على القصة ديالها ومضمونها وظروف إنتاجها. واليوم باش نحكي لكم على قصة أغنية سألوني الناس الفنانة فيروز. هذه الأغنية كترجع قصتها لعام 1972 وقت اللي مرض الزوج ديالها فيروز عاصي الرحباني بنزيف في المخ، عافانا وعافاكم الله. ودخل المستشفى وفي ذاك الوقت قرر الأخ ديالو منصور الرحباني باش يكتب أغنية لفيروز وتعبير منها عن الحزن ديالها. سألوني الناس ولحنها الابن زياد الرحباني وعمره 17 سنة فقط، وغنتها فيروز في مسرحية المحطة اللي كانت كتمثل فيها دور وردة. ولكن بعد خروج الزوج ديالها من المستشفى وشفائه تقلق واعتبر انهم تاجروا بالمرض ديالو وقرر الغاء الاغنية. ولكن وقت لاحظ انتشارها ونجاح ديالها تراجع عن قراره، وبعد 14 عام على اطلاق الاغنية غنتها فيروز بعد وفاة زوجها عام 1986. ومن المقطع الاول لاول مرة ما منكون سوا بكات فيروز على المسرح وما قدرت تكمل الاغنية. هذه الاغنية الاسبوع هذه هي الاغنيه. هذه هي على فكره ولدها وقتها 17 معناتها لحنها لها زوجها دخل المستشفى معناتها بنزيف
خو زوجها كتب الغنية هذه قال اش قولك كانت غناها ولحنها ولدها عمره 17 غنتها في وسط مسرحية مشيت ضربت الغنية برشا كما كانت تحكي شما وقت خرج رجلها من السبيطار غشش قال ثم التاجر بالمرض نتاعي وقت شاف الغنية ضربت بالقدا بالقدا والناس كل عرفوها ولا تخليتها توفى زوجها وغنتها مرة أخرى فيروز في إحدى الحفلات وفيها مقطع صغير هي كوبليه حكيت عليه في مقطع وقت اللي هي ما منكون سوا أيوة ما منكون سوا ذكرت لأول مرة خطر تغنيها وزوجها مش بعدها بكيت وقتها بقصت على الغنية وما غنتهاش هات نسمعها بصوت فيروز سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب مع انك فيروز تسمعها في الصباح انت نسمعها الحقيقه في كل وقت عماد والله سي رضوان كما قلت كما اسلفت انت زاد الذكر فيروز حلوه اسلفت الذكر هذه ام كلثوم في الليل ما فهمتش شكون اللي عمل التقسيم هذا ما سي سامي بربي انت مع فيروز مع انك تسمعها في الصباح باش يقولوا صوت صباحي في نعرفش متى لا في كل اوقات في كل اوقات نعرفش شكون اللي طلعها الحكايه هذه صوت فيروز كان في الصباح معناتها يمكن اللي طلعها اللي يبدا هكا يقوم هايج يقول لك حتى تو الاذاعات وكل معناتها اني ما فماش اذاعه نحلها تقريبا معناها الاغلبيه في الصباح بعد القران يحط فيروز فهمت في تعريفها الصوت الصباحي والله معناتها التصنيفات هذه خلوها كلاسيك في الصباح وهي فيروز صوت رائع جدا نمشيو للفقره عندنا فقره اخرى رائعه ياسر زاده الفقره هذه باش تعجبكم ياسر هي شخصيه منسيه بعد نرجعوا شخصية منسية الحقيقة كل جمعة كل أسبوع كل نهار سبت مش نحكيه على شخصية من الشخصيات المنسيين وما أكثرهم الشخصيات المنسيين الحقيقة ما أسرعنا في السب وفي الشتم وإلى غير ذلك وما قديش بخال برشا باش نثمنوا معناتها حاجات يعملوهم العباد ونقولوا كل فلان يعطيه الصحة وفلان الفلاني عمل حاجة باهية وزاد أيضا ما خيبنا برشا كل إنسان ما نذكروه كان وقت اللي توفى قولوا فلان كان عمل وقت له هو كان في حاجة الكلمة باهية وقت له هو كان يمشي ويجي خلينا نذكر احنا مبارح ذكرى وفاة شخصية كبيرة برشا في سوسة في الجمهورية التونسية نقول اني سي حمادي الملولي ربي يرحمه وينعمه كان من الشخصيات الكبار ياسر واني بالحق خفت لنقصر في الكلام باش نقدمه هك عليه جبت واحد من العائلة متاعه هو الأقرب باش نجم يحكينا على أبوه يحكي على سي حمادي من وجهة نظر متاعه هو شخصية دي عدى نضال كبير في سوسة الأشياء اللي نشوفه فيها توا كان هو يحكي فيها وقت عام 60 وعام 70 معناتها وينادي بها والحقائق كل عنده أن يراها صندوق أسود الحقيقة وقت اللي توفى فهم برشا حاجات قالهم وصرح بهم الناس المقربين متاعهم ومنهم إني عملت برشا حوارات مع سي حمادي وكنت نقعد بحذاه برشا في سيدي بوجعفر وكان يقول لي برشا حاجات كيما زاد برشا عباد أخرين كان يقولهم على برشا حقائق وبرشا حقائق قاعد عنده سي حمادي وخليني نقول بحذاه سي سامي ولد جدد ترحابي به هو لأنه سي حمادي مات للأسف وفي قلبه لوعة صغيرة خاطر هو هش الوحيد هو مصلحة سوسة سي سامي احكي لي شوية على سي حمادي وربي يرحمه وينعمه مرة أخرى عايشك دونك الوالد تولد دونك بلد العربي في سقيفة الكهلة ودونك درس في التركية وبعد طلع قرأ في جامعة زيتونة خذ التحصيل توفى بو خرج دونك في التعليم كان مش يعمل سلكاخ القضاء ولا عمل التعليم وقعد في سكة التعليم والغرامة متاعو والغرامة متاعو كان بتبات حال كلها التراث ومدينة سوسة والثقافة والبرنامج هذا كل دونك غرامه بتبات حال حتى كي مشى يخدم في مهدية عمل غادي كي جمعية الثقافة والسياحة في المهدية وبعد كي رجع لسوسة
دونك قعد دخلت اول حاجه في المجلس البلدي على دورتين ورا بعض، ومن بعد تهابت بحال في الجمعيه ملول تهاب ال الديفلوبمون ديورابل جمعيه التنميه المستدامه، ومن بعد جمعيه التراثيه هذه. والتراثيه بطبيعه الحال كان يهتم برشا بالحوايج اليوم اندثروا في البلاد العربي وفي المدينه، كما مثال عمل برنامج مع الممول الالماني جاي زيد، عمل سكسكات والمصاصات بتاعها في البلاد العربي، ومن بعد بدا ثمان اسم قبلتهمش، دونك المشروع فشل ممكن تعرف البرنامج بتاعه. وجيري زاد قال علاش مثال كيما نقولوا في شط بوجعفر، علاش ما تعملوش مثال مراحيض متنقله للمواطنين باش يدوشوا باش يدخلوا يعملوا استراحه، خي ناس كل 10,000 ولا 5,000 واحد يعوموا وما عندهمش حتى وين. هذه مشكله كبيره في بوجعفر، دونك مشكل مشاكل في البلاد العربي. حكايه زاد كيف كيف على الاثار نتاعها، كيما ماجل الصفرة عمل عليه كتيب صغير حكى على الصور ورد الاعتبار نتاعو، وحكى على الدواميس كيفاش معناتها متروكه ومهجوره. قلت لي عندنا اربع دواميس نجم يكونوا قطب كبير سياحي في مدينه سوسه اليوم وكل متروكين. بالنسبه لكل ما هو عنده علاقه بالتراث الكل قاعد يندثر في سوسه. جري حب مثال عنده حوايج حب يقولكم، واحنا هيكل الجندي المجهول هذوما توانسه قاتلوا مش مصلحه فرنسا، ما دفاعا على تونس ما في الجيش الفرنساوي. قال هذا مثال تونسي تعطيه تردوا الاعتبار نتاعو، فهمت؟ قال مثال على المشروع المترو تاع سوسة، فاش معناتها الارض تباعت وتقسمت ودبروا فيهم روسهم وخلاو على مصلحه الشعب. كيف كيف جبد قال على برج خديجه، برج خديجه مو عندنا احنا، برج خديجه عندنا هذاك خرج منه اسد من فرات غازي صقليه، وخرج منه زاد مونتغومري الصقليه مره اخرى من انجلترا، دونك في نفس البلاصه اللي احنا توا حاطين فيها حجره وفيها شعار لتوالك النجمه اللي هي ورديناها حجره اثريه حجره تاريخيه، وقامت الدنيا مقاعد كي طاحت في الماء معناتها سايبنا الاثار. هي نحكي لك كي تشوف البعد نتاعها بعد كبير برشا، كي تجيب شوفوا يا جماعه اسد من فرات وغز والصقليه الاوروبا وكل منسيه. كيف كيف جبد على الدار الطائرات المائيه اللي كانت عندنا في سوسه، وين توا ثم المارشي الكرو نتاع الحوت غادي، وين ثم بلوتو الانقار نتاع المترو نتاع مستير، كان غادي كان عندنا مطار نتاع الطائرات المائيه في سوسه، فهمت؟ تعرفها تتذكرها هي. دونك هذه حضرنا احنا نكون حد صغار بالكل كنا نذكرها، من بعد كسروها وعملوا البرنامج هذاك. دونك بالنسبه لزاد كيف كيف الجاليني اللي هو اول رئيس بلديه نتاع سوسه كان عنده البيوست نتاعو محطوط غادي كي نحاوه، والصيد الرخام اللي داته بار اكزومبل برانش فايكل سوسه زاد كيف كيف مشى على روحه ما لقاوش، كان محطوط هزوه مشى خطو الرخام. دونك من جمله الغرائب يعني مثال في سوسه وقت اللي شاركت في البرنامج نتاع التراث العالمي خذت جائزه وقتها سي رضا ابراهيم وقتها في البلديه وجماعه كل هذا هو طل ذهب، وين مشى طل ذهب؟ ما عادش موجود لا في البلديه لا في حتى بلاصه. يعني عندنا مشكله في سوسه عندنا سامي تاع طل ذهب هذه تسال على سي رضا ابراهيم اكثر من ربي عاود هنا هذه يعطي لك سي رضا ابراهيم خير مني راه هو خاطر حاضر في الدوسي كامل عمله هو وسجلته ونرجعوا لها ان شاء الله. دونك عندنا كيف كيف عندنا في قلب المدينه عندنا دار المقاعد ودار الشاعر الفسيفسي اللي فيهم كل ميزون دي بونكيت فوالا ميزون دي بونكيت دونك هذوكم الكل قاعدين يندثروا صحيح على حساب شكون؟ ما تهميش على حساب شكون؟ يعني تشوف انت ايش صار في الدار شو اسمها هي سبيتار سايس تترك ومعناتها لين بدا يطيح بالحجر بالحجره هو تراث في البلاد العربي صحيح. الناس تحب تردوا قاعه افراح، الناس تحب تدري شنو ميزون دوت عندك هيك مشاكل الموجه الاخيره ميزون دوت تو نحكيو عليها. ثم برشا مواضيع راهو في مدينه سوسه اش كاين يحكي معاكم سي سامي سي حمادي معناتها كان فما لوعه احنا نشوفوها راهو انديراك مو ما كانش يظهر راهو مع اصحابه الحقيقه والله، لكن معاكم انتوما فما برشا سوفرونس معناتها. هو في وقت من الاوقات وقتها كان سي يسر زين العابدين كان رئيس بلديه دايره المدينه العربي كان يعمل معها دورات في البلاد العربي مع مجموعه كامله دور، يعني بون صورت معاه شويه فيديوهات نزلوا عندي في الدار وكل، هو يحكي على كل الحوايج منهم
منهم معناتها برشا حوايج اليوم كيفاش تبدلت الصيغه نتاعهم، كيفاش مثال اول يا ولاو ديار ولاو جوام مساجد ولاو ديار سبب تسكرت عندنا برشا سبب اي دونك ثم برشا حوايج اللي هو ولا عشوائي برشا ولات متروكه برشا البلاد العربي، وهذا بطبيعه الحال الناس ولات تبني فوق السور. لهذاك علاش يحكيوا تو على الاندثار نتاع الباتريمون دو اليونسكو كان يزعز شويه معناتها في الفتره هذيك، حتى واحد ما كان يتكلم في الفتره هذيك وكان هو يتكلم ويشير النقائص وكان يتصد لكن بطريقه اخرى انا نحس ما يحبوش كلمه تراث ما يحبوهاش. أيوة. في سوسة ما يحبوش كلمه تراث خاطر الجازرنات نتاع سوسة اللي تو لو عمارات جازرنات هذوكم مشينا وقتها تصور ثاني معايا وقتها سي محمد مستيري وبابا وقت عمل رسالة للوزير الثقافة وقتها سي بن عاشور وجاء نهار حد وعمل طلة وقتها زاد عملوا فيهم كل الكورس بتاع المتويات والشامبيونو دو تونيزي كل الآثار موجود الدواميس موجودة نفرجوا فيها الناس الكل. بعد نهار اللي جاهم قال لهم يزنكم توريونا هذه زون روج، جاءوا جماعة بطبيعة الحال عندهم برامج أخرى جماعة التراث دونك مشاو شافوا بلاصة بعيدة فيها حرش طرف أرض حرش حفروها وقالوا ها ما لقيناش اثار دونك نجموا، وقلنا للمقاولين هذا اللي يلقى في اثار يجيب لنا ورقه يصح لنا اللي هو يلتزمش يرجعنا الارض. وقال لي مره نذكره قال شفتهم هك البحر الجزرنات اللي هدوهم هذوكم الكل من غاديكا حتى الجامع الغزالي كله اثار ردموا الاثار الكل ردموه راهو ردموا وبنوا فوق منه كل العمارات. جامع الغزالي وقت اللي تحفرتك الحفره هبط بابا معاهم الغاديكا يلقاوا كل بنوار دو بابتين هذوكم تاع المسيحيين كل كلهم مرمر وكل غاديكا محطوطين اللي مصالح معينه خاطر برشا ديار غادي وسواني وكل ما يساعدهمش دونك ردموهم وسكروا عليهم فهمت حلهم كيك. دونك تصور انت هذا الكل كان تراث تجيبوا ناس تثمنوا باش باش ترد المدينه اتراكتيف اكثر سياحيا وثقافيا سورتو مش كان سياحه البحريه حتى علاقه هما تو قاعدين ما لا غالب معناتها حتى المتاحف قال لهم علاش ما نعملوش متحف نتاع معاصر مش كان متحف معاصر اش صار من بعد فهمت حكايه زاده كيف كيف على ارشيتكتور بوست كولونيال يسمى كيما تو المونوبري ولا كيما لو غروند اوتيل اللي هدوه كيما البني هذاك كولونيال قال لك زاده في بارتي دو باتريمون دو لا فيل دونك لازم يقعد موجود مقر مندوبيه السياحه زاده اي مثال بنعطيك حاجه مهمه برشا خلى جمعيه متميزه جدا جمعيه البحوث والدراسات في ذاكره سوسه تو رئيسها سي خالد عيسى تحيه سي خالد عيسى زاده قاعد يقوم مجهود كبير برشا يعطيها الصحه ان شاء الله تو ندعيوه مره بعد انا وبالنسبه من الحوايج اللي هي كنت جبت لك عليها توا وانت قصيت دونك نرجع لك املاك القله املاك القله املاك القله وصلت تملك القله في سوسه جمعيه القله حتى الوردانيين سواني ودنيا كل ما تعرفش شنو القله الفاضل نتاع الزيت الكل يعطيوه للعباد يقريو به المساكن ويعطيو الاضحيه للعائلات المصر ما عرفش شكون يعرف ثم برشا رجالات كبار في سوسه قراو منها القله وهما كانوا سبب في تسكير القله على خاطر بعد باش يقعدوا في الريبرتوار نتاع القله اللي هما يتذكروا قراو من القله على روحهم مش عيب برشا ناس نجحت ووصلت سياسيين كبار في اللي هي كانت معناتها كيما نقولوا ان بيان كيما نقولوا احنا ان فون دو سوليداريتي من الغني للفقير ما يتراش يعني كل واحد اللي قطر الزيت كل يعطيه للقله دونك القله تبيع الزيت هكايا وتوكل بيه وتقري بيه وتلبس بيه في العيد الفقراء وهما يعملوا التحريات نتاعهم شكون الفقير وشكون اللي يستاهل وشكون ما يستاهلش مش كيما تو معناتها اللي يستاهل واللي ما يستاهلش كل ياخذ من خلفيات اخرى كي كان سي سامي كي كان يعني كان يكتب برشا سي حمادي يوصل شفوين ولا عادل شنو كان يقولوا له المسؤولين خليني نحكي بالولات اللي كانوا الفتره هذيك نتاع سوسه ولا ما كانوش برشا هما اللي يشد سوسه يقعد يجي قداش من مده ويخرج على روحه شكون كان يقولوا له الولات غاديك المسؤولين الجهويين شكون والله شوف الولات ثم والي كان حب يعمل مشروع كبير برشا ومشروع مزيان برشا ما خلوش برشا في سوسه وما وفقولوش البلديه التابعين ولايه سوسه اللي هو كان حاب يعمل مدينه سوسه الكبرى كيما نوع دورتموند معناتها مدن الكل يعملوا مجلس ولايه مجلس بلدي كبير يتراسوا كل واحد ستة اشهر ولا يتفاهموا مع بعضهم كيفاش وهو تكون ثم مؤسسه هي تكون تاخذ فيها الرخص الكل الماء والضوء والبني وكل تاخذ من مؤسسه برك وهذه هي اللي تتلهى بالنقل وبالدنيا الكل
بون المدن الاخرين في العراق المساكن تقول لك انا مساكن، القلعه تقول لك انا القلعه، حمصه تقول لك انا حمصه. دونك ما نجحش الولي هذاك اللي هو حماد يقيني الله يرحمه، بعدها زرتو لتونس العاصمه، ومن تونس العاصمه قعد غادي كي حتى لين توفى. وهذاك الوالي اللي خدم سوسه بقلبه ورب معناتها فهمت. من الولايات اللي خدم سوسه بعد دمر هو منصور الصخيري. منصور الصخيري هز الاذاعه المستير، هز المترو المستير، هز معناتها البيسين، هز المستير، كل شيء هزه المستير، ما خلى شيء في سوسه. وكانت وقتها لسه صراعات بدو بول في اللي خلى معناتها اثر سلبا حتى على طاقات كبيره عنا في سوسه في الرياضات البحريه وفي الرياضات كيما النادي الرياضي البحري اللي هو توا محسوب متروك، ما ثمش ديفون يجيو، ما ثمش فلوس تجي، ما ثمش. كان ديما بابا الصراع نتاعو على ابقاء الموجود وتعزيزه. صحيح. وابقاء زاد التراث، الماكله الموجوده معناتها الماكله الجديده، الكل برحلات يهز برشا مجموعه معاه للرحلات يمشي ثقافيه فقط، ثقافيه بحت لا سلعه ولا حاجه، يقول لهم ثقافيه، هزهم لليبيا، سوسه نتاع ليبيا، هزهم القسنطينه، مشى معاهم تونس الكل داروها، من الكلها ثقافيا. توا في المركز في بوجعفخ نذكر جمعيه البحوث والدراسات، فما معرض مزيان برشا قائم على طول، فيه صور نادره جدا لمدينه سوسه، اللي حاب يمشي غادي ينجم يشوفها. زاد سي حمادي كان ياطر زاد الطالبه نتاع الدكتوراه غادي في وسط المقر. انا شركات مع شركات مع الجامعه، جامعه سوسه بدا يبداو نهار كامل كي الخليه يعني نراها في المقر، غادي يجيو طلبه، وفما شكون يحب يطالع، شكون يعرف سوسه بالحق. كان رجل حيوي كبير برشا، وان شاء الله يتواصل النشاط نتاعها ان شاء الله. ان شاء الله هو خالد يخدم في خدمه باهيه، ان شاء الله بيبي اسمه شويه يعني شويه اعانه وحده ويخدم بسرعه. باش نتفاعل معك سي سامي، مرحبا بك مره اخرى. حسب ما فهمت من كلامك وديما نتبعنا في المسيره نتاعك، سي حمادي ملولي كان سابق عصره، انا انسان افونغارديست، الحكايه اللي تحكي فيهم تو احنا لتو قبيله حتى مع سي رضوان اخذينا مشكله صغيره اللي هي انتصاب فوضى المدينه العتيقه، الموروث هذا اللي خلاه سي حمادي انت باش تواصل ولا موجود عندك ولا؟ اني موجود يعني مع المجتمع المدني، ما نخدم تحت ظل نتاع جمعيه البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة، وثم شويه جمعيات اخرين، لكن ديما بطبيعه الحال انسان بطبيعه الحال يلزم يكون ثم عدد كبير يساند باش نجموا نشحوا مشاريع. انا مشاريع مش واحد ولا اثنين. سي حمادي كان عنده كلمه يقولها برشا، ديما يقولها لين، يقولوها الناس الكل، يقول راهي سوسه يتيمه، يقول سوسه يتيمه، ويقول زاد كلمه اخرى يقول المسؤولين اللي جاوب كلهم استنفعوا من سوسه وما نفعوهاش. واني حضرت نهار 24 و25 فيفري 2012 في ندوه في دار الشعره، ولكن تحكي فيهم انت 20 نقطه سماهم قفا نبكي على ذاكره اثارنا وتراثنا، من يرحم تراث المسكينه اليتيمه، سماها المآسي العشرين لمدينه سوسه. موجودين هذوم الكل حاطين هنا املاك القلى سكسكات ولا غير ذلك. وانا مش خليك الصوره هذه صورتها نزي حمادي نهارتها، هي الوحيده. أيوة. مش خليها لك هديه اللي هو ربي يرحمه وينعمه سي سامي، وان شاء الله يواصلوا، وان شاء الله نلقاو برشا نواصلوا، مش يواصلوا ان شاء الله نواصلوا الناس الكل، خاطر مصلحه المدينه راه مصلحتنا احنا. واني متاكد فما برشا من سي حمادي في سوسه، يكفي انه نشجعوهم وندعموهم، ويكفي انه يكون عندهم شويه فقط. نسيت حاجه برك، كان زاد يلوج برشا على التعديه الحب التراث والمدينه للصغار. عمل مشاريع شويه في الرباط مع الصغار باش يحب احبابهم في الرباط في المدينه العربي. صحيح. وكانت ديزاتوليه ناجحين برشا، وكل ما حقيقه هذوما اللي لازم يتعاملوا باش يبنيوا الحب نتاع المدينه في الصغار. يعطيك الف صحه سي سامي ملولي كان معانا في ذكرى وفاه سي حمادي الملولي. احنا تو باش نمشيو عنا ضيف رئيسي باش نستقبلوهم، بعد نمشيو اغنيه جديده برشا حلوه تامر حسني الشاب خالد بالتي، بعد نرجعوا نتحدثوا في بلاتو. بابيون بيدخلنا للساعه الثانيه، ندخلوا باستقبال ضيفنا الرئيسي اللي باش يعدي معنا ساعتين توا حتى ليكش الثمانيه باش نتحاوروا معاه، شاركنا في الحوار زاد في بقيه فقرات البرنامج. ضيفنا هو فنان بالاساس، عازف محترف على آلة الساكسوفون، استاذ تعليم عالي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسه، متحصل على الدكتوراه في المجال الموسيقي، تم الحاقه منذ 3 سنوات ونصف بوزاره الثقافه في خطه مدير اداره الموسيقى والرقص، قام بعده اجراءات منها اجراءات جريئه. خليني نقول على مسؤوليتي، فما اجراءات سابقه في المشهد الموسيقي التونسي ما سمعناش بها، ومن بعد نزيدوا نتعمقوا فيها اكثر. يتمتع باشماع كبير على كفاءته ونظافه اليد نتاعو، اخلاصه في خدمته زاده، وهذا ما يشكش فيه اثنين. بشهاده الفن نسمعوهم ولا جبناهم من هنا، وساعات نسمعوهم على الجرايد والناس اللي يعرفوهم والمقربين اللي هو باش نحكيو معاه، لكن خليني نرحب بيه قبل كل شيء. مرحبا الدكتور فاخر حكيمه، اهلا وسهلا، مرحبا بك في حلقتنا الاولى من برنامج بابيون. يعيشك رضوان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي اذاعه نجمه فهم.
والحقيقة نحب نشكرك على التقديم هذا، وفرحان برشا كوني نكون موجود معكم ومع الصحبة معناتها هذه الناس الباهية في أول حلقة من برنامج بابيون. باهي سي فخر كالعادة، معناتها أني من عطار بروج الضيف، معناتها الفنانين ديما هما مالي الدار، لكن ما جيش يديه فارغة، جاب حذاه، جاب معاه تحفة أخرى معاه، خليني نقول إني معناتها إني فاجئني، راني ما كنتش نعرف فاخر عنده ابن معناتها فنان. كي شفت الفيديوهات معناتها الحجر الصحي هذا وضح لنا برشا مواهب الحقيقة، شفته مخرج ديزكستريم معناتها يعزف حاجة ممتازة جدا، قلت معناتها ما نجموش، وإحنا بطبيعتنا عنا فقرة خاصة بالمواهب الشابة وبالفنانين الشباب، إن شاء الله في كل مرة ناخذه، وذي دعوة لكل من عنده موهبة في أي مجال من المجالات، خليني نقول سواء المجالات الفنية ولا مخترع ولا مكتشف ولا كاتب ولا في أي مجال موهبة يبعثنا نستقبله لهنا إن شاء الله قبل بنهار ونهارين، شوفوا شنية الموهبة اللي عنده إلى غير ذلك، باش نجمو نعديو مادة ممتازة للسادة المستمعين. ومرحبا بي في نجمة أفام، باش نشجعوا المواهب الشابة انطلاقا من اليوم. واخترنا ساتون بيان، قلنا احنا مع دكتور فاخر أنه موجود ابنه عازف متميز شاب في آلة صعبة جدا، خلينا نقول سي با فاسيل، راني ما شفتش دي جون يعزفوا على الساكسفون، ما عرفتش كان شفتوا انتم قبل، قولوا لي لا بالحق قلنا نشوفهم نشوفهم في لي كومبيتيسيون هكا المهرجانات الجهوية وكل شيء يعزفوا يا ما بيانو يا ما كذا، قلنا خاطر آلة خلينا نسلم عليه ساعة سيرة. أهلا وسهلا مرحبا بيك، شنحول لك سير الميكرو قدامك، اقرب شوية للميكرو، ها عندك معك ميكرو هنا ولا ما يصيرش، اختار اللي تحب، هاهم زوز ميكروات على ذمتك. سلام سلامة، خلنا نعرفك، خلنا نعرفوك يا رسول الله، عرف بروحك شوية. تقرا وين تقرا سالم؟ اقرب شوية للميكرو ما يصيرش. نقرا في الليدرز. باه هذه بيبليسيتي طوبوك بعد يبعثها يدفعها هو، نهار بيبليسيتي اليوم، فانا سنة تاسعة. باهي طون بعد راهي هشامه هي اللي باش تحكي معاك في الانترفيو، ما نعرفش شنو محضره سؤالات، رد بالك راه عندها سؤالات، راهي هشامه ما ترحمش هكا ولا لا مش صحيح. باهي طون شوف هشامه مش تحاورك، مرحبا بيك سالم، مرحبا بالاله هذيك، طون بعد تحكي لنا على قصتك مع الاله هذيا كيفاش ولا غير ولا غير ذلك. باهي خليني نشوف فقره فري بروفيل مع فاخر، حكي مع بعض نرجع. فري بروفيل، احنا عادنا ديما نسمع فو بروفيل ونسمع صفحه دي مش نتاعي ولا غير ذلك، احنا في طريقه السؤالات حبينا نعملوا حاجه جديده مع الموسيقي والاستاذ الدكتور فاخر حكيمه، خذينا له حاجات موجودين على الفيسبوك نتاعو هو، شو نقولوا له يا نظرة انت فري بروفيل ولا فري بروفيل؟ خلينا نبدا لك ب 2 ماي الاربعة و26 دقيقه مهبط هبط حاجه قلت فيها راك رجعت لوظيفتك بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، بالضبط معناتها قلت لي كان لي شرف الكبير بأني اشتغلت 3 سنوات ونصف بوزارة الشؤون الثقافية، اكتشفت فيها كفاءات عالية، تعرفت فيها على عديد من الشرفاء الذين يناضلون ويجتهدون فعليا بالنهوض بمشهد الفعل الثقافي، واغتنم الفرصة لوجه لهم خالص عبارة الشكر والتقدير، متمنيا لهم التوفيق وإلى غير ذلك. كذلك لا يفوتني أن أشكر زملائي المندوبين الجهويين وأتمنى لهم التوفيق في عملهم، لأنهم حقيقة رجال الصف الأول للفعل الثقافي. وقلت زادة حييت زملائك وعائلتك الثانية بإدارة الموسيقى، قلت لهم راكم أنتم أعز ناس، وحييت الفنانين اللي تعاملت معاهم في إطار البرمجة الفنية أو في إطار عمل لجان دعم الإنتاج الموسيقي والكوريغرافي. كما زادة قلت تقدمت بعبارة الشكر للسيد وزير السابق محمد زين العابدين، كان مفترض أن يكون ضيفنا اليوم، إن شاء الله يكون معنا خير، قلت أعتبره رجل دولة وطني النخاع على الثقة اللي منحها إياه، وكذلك وأعبر عن احترامي وتقديري للسيدة الوزيرة الشديدة شيراز العتيري والسيد يوسف بن إبراهيم رئيس الديوان. تم تسويتي كل العقود المتخلدة بإدارة الموسيقى، وقلت راني رجعت لخدمتي، فري بروفيل ولا فو بروفيل؟ هذا بالطبيعة فري بروفيل. باهي هذايا كلام أنت كتبته بالطبيعة. باهي خلينا نبداو احنا من آخر حاجة، طلب إعفاء من منصب برشا ناس يتمنوه الحقيقة، أنه يكون مدير إدارة موسيقى والرقص، مسؤول على القطاع الموسيقي في الواحة في تونس، ويطلب إعفاءه من المهمة هذه، واضح أنها سي فاخر علاش وكيفاش؟ باهي هو الحقيقة مش طلب إعفاء بمعنى طلب الإعفاء، الحقيقة رجعت للمكان الأصلي، معناتها أنا في الأصل ولد وزارة التعليم العالي وموسيقي، معناتها بالنسبة لي يعني دونك مكان عملي الأصلي هي وزارة التعليم العالي. تم إلحاقي بوزارة الشؤون الثقافية في إطار مشروع، معناتها ما مشيتش، ونعتبر المهمة اللي تم تكليفي
بها نعتقد من قبل الوزير السابق سيد محمد زين العابدين في إطار مشروع لتحسين المشهد الموسيقي والنهوض بالفعل الثقافي والموسيقي خصوصا. انتهت نعتقد لمدة 3 سنين ونص، أنهيت المهام المقولة إلي وهبطت معناتها حتى كان ترجع معناتها المنشورات قبل هذا. عملت ان بيلون معناتها واضح في كل النقاط نتاع الاداره ورجعت له. دونك هنا جست للتوضيح على خاطر دونك ماهوش طلب اعفاء، وحبيت نشكر زاد حتى الوزيره الحاليه. علاش رفضت انك المواصل طلبت منك السيده الوزيره ومدير الديوان قالوا لك للتمديد وانت قلت لا؟ علاش؟ على خاطر الحقيقه معناتها التنقل لمدة 3 سنوات ونصف، راني معناتها وقت اللي مشيت راهو مش كيف الواحد، راهو مش كيما العمل نتاعو كي يبدا، خاطر العمل نتاعي الاصلي راني استاذ جامعي. مشيت في اطار مهم، والمهمة هذه بالنسبة لي انهيتها معناتها مشروع اليوم. اليوم انا جيستيون تاع الادارة، تاع الادارة تنجم تصير على خاطر الامور الهيكلية، امور القوانين وتنقيحها تقريبا الكل معناتها كان بعد ياخذ شوية وقت، ونعطيك لو بيلون توتال نتاع نتاع الادارة. باش نتفاهم معاك، علاش انت قيمت لي انت انهيتها؟ شكون يقيم؟ تعرف علاش؟ على خاطر الاصلاح، عملية الاصلاح في وزارة الثقافة راهو فما برشا الناس ماهيش فايقة اللي وزارة الثقافة وزارة هامة جدا. ما نعرفش علاش اليوم الدولة معناتها ولا الحكومة تعطاها الساعة الميزانية اللي هي ما تجيش معناتها 0.7% من ميزانية الدولة أولا. ثانيا ينظروا لها، كانوا ينظروا لها الوزارة هذه كوزارة متاع الترفيه. إيش معناتها؟ معناتها وقت اللي نكملوا المشاغل متاعنا الكل نجيو الوزارة هذه، أي شنو عندك حفلات، شنو عندك مهرجانات، ويجان رفه على الناس. أرك الوزارة هذيك راهي وزارة أساسية. علاش؟ على خاطر دورها تكوين مواطن سوي. شو معناتها مواطن سوي؟ معناتها راهو احنا ساعات ناخذ مثال التعليم الموسيقي، في الفوليم تاع التعليم الموسيقي اللي هو من مشمولات إدارة الموسيقى. برشا ناس يسخالوا تعليم الموسيقى سيت ان لوكس. معناتها نعملوا في إدارة الموسيقى في عهدي تم إحداث تقريبا 13 معهد، على خاطر تاريخيا كانوا فما عندنا 2 معاهد في تونس فقط، معهد موسيقى مهيكلة قانونية. مشيت نقحت القوانين هذه وغيرتها. علاش؟ علاش قلت لك عملية الإصلاح تتم عن طريق هيكلة وإعادة صياغة القوانين. في فترة إشراف على الإدارة غيرت 9 قوانين، 9 قوانين في علاقة بالمعاهد التكوين، في علاقة بالدبلومات الموسيقى، في علاقة بالتنظيم الإداري والمالي للمعاهد. اليوم ولا عندنا مدير متاع معهد موسيقى الفيزافي نتاعو الوزير مباشرة، عنده مجلس بيداغوجي، عنده متفقد يمشي. قبل كان فما متفقد خاص بالتكوين الموسيقي. نرجع لك للتكوين باش نلخصه باش ما نبداش نتعمق في النقطة هذه. لا جوست احنا مبرمجينها تو نرجعوا لها من بعد، يسيرش بعد باش نرجعوا احنا للحواجات اللي انت على النقطة جوست نكمل رضوان. علاش نرجع له حكاية الموسيقى؟ دونك وقت اللي تاخذ الفوليم تاع التعليم، برشا ناس وقت اللي تهز صغارها للكونسرفاتوار يسخلوه سيت ان لوكس. اورك هو مش صحيح، راهو في 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 بلدان اخرى وقت اللي نعمل انفستيسمون في كونسرفاتوار نقولوا فيه 500 تلميذ، ماشي في بينهم الخمسه اللي باش يوليوا دي بروفيسيونيل، هذوك ما هم اللي حاجنا بهم. اور لا مش صحيح، حاجته بال 495 اللي هو غدو باش يولي مواطن سوي. واضح. دونك هذاك علاش انفستيسمون في المعاهد، مش على خاطر باش نعلموا اولادنا الموسيقى خمسه منهم باش يولي يحترف ولا لا مش صحيح. غدو يولي ان سيتويان اكيليبري. نمشي منشور اخر 410 غير 4 صحه شريبتكم، فقط للتوضيح انهاء الحاقي كان مبرمج منذ شهر جانفي، وهبط من وزير الشؤون الثقافية للسيد وزير التعليم العالي، هبط الموضوع حول تمديد وإنهاء الحاق السيد فاخر حكيم لدى وزارة الشؤون الثقافية، مكتوب معني بالأمر في المؤرخ في 20 جانفي 2020، وهبط المراسلة هذه فري بروفيل ولا فو بروفيل؟ بيع فري بروفيل. علاش قلت لك يعني معناتها إنهاء الحاق؟ علاش حطيت، علاش نشرت هذا؟ شنو اللي جرى؟ شنو اللي جرى؟ في الاثناء نتاع انهاء الحاق نتاعي ومباشره العمل نتاعي نهار 2 ماي في وزاره التعليم العالي، ماك تعرف فما برشا، فما اعلنا عن النتائج احنا قبلها بجمعتين على بطاقه الاحتراف المميز هذه، اذا كنت تحبوا زاد توا نحكيوا فيها نرجعوا لها بالطبيعه. فما مجموعه من معناتها مجموعه من الموسيقيين احترموا رايهم فهمني ضد التصنيف هذا، واللي احنا التصنيف هذا حكينا فيه راه باش نرجعوا له فيه خلينا نحكيوا فيه. باهي انت علاش هبطت خاطر فما شفت دي ستاتيو قالوا اخيرا معناتها فاخر حكيمه تم اعفائه
على خاطر احنا احتجينا على فما شكون قال تم اقالته، فما شكون كتب زاد من النقابه كتب كانت تذكر زاد كتب قال راهو السيده وزير الثقافه بما انه عمل الاجراء هذايا وقعت اقالته وراهم فماش اعفاء. انت وليت هبطت البلاغ للتوضيح للتوضيح يا خويا راني اني طلبت باش نسكت. لا معناتها شو اي لا لا معناتها وهام زاد خاطر باش يقص هالنزاعات هذيا اليوم 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 رضوان مالوروزمون ولينا نعيشوا في مجتمع افتراضي. المجتمع هذا قاعد يأثر على الواقع اللي نعيشوه. المجتمع على الفيسبوكي هذا اليوم نشوفه في ناس تؤله وناس معناتها تهان في الفيسبوك على خاطره فما إشاعات تخرج وإشاعات صحيحة ودي معناتها دي فيك نيوز قاعدين يدوروا. دونك اليوم أصبح الواحد يلقى روحه وداير كان لاحظت راني بعد الستاتيو هذيك هبط حتى شيء في علاقة بالمهنة متاعي. هاي نرجع بيك نهار 29 جانفي نهار 29 جانفي لمن يهمه الأمر هبط بلاغ انت صادر قلت تعليقا للتوجهات نتاع وزارة الثقافة صحيح تطبيقا لتوجهات الوزارة في تكريس حق النفاذ للمعلومة وضمان لشفافية التعامل بين أصحاب المشاريع والعروض المدعمة من جهة والموسيقيين والكوريغرافيين المشاركين في تنفيذ هذه المشاريع من جهة أخرى. تضع إدارة الموسيقى والرقص على ذمة منظورها آلية تمكنه من الاطلاع على عدد العروض المسندة وتفاصيل كلفتها المالية. علاش؟ قبل كل شيء فري بروفيل ولا فري فري الحقيقة البروفيل نتاعي ما صارلوش علاش هبط البلاغ هذا؟ البلاغ هذا خاطر فما برشا ناس نشوف نواكب على خاطر الحقيقة قلت لك المجتمع الافتراضي هذايا نعيش فيه وليد ومضطر باش نواكبه وباش نتفاعل مع الناس. فما موسيقيين يتذمروا من عدم خلاص المستحقات المالية نتاعهم. وقت اللي جيت نثبت سواء في الإدارة ويلا في إدارة الشؤون المالية في الوزارة ولا في المندوبيات برشا عروض تم خلاصها وما تخلد بذمة الوزارة خاطر ما تعرف في جانفي السنة المالية معناتها يتم إنهاؤها في في جانفي ونستناو شوية باش تتحل السنة المالية جديدة في في مارس. وبرشا موسيقيين نحكي على الموسيقي راني معناتها علاش الموسيقي اللي قاعد ينفذ في العمل نتاعو اللي هو الكاشي نتاعو معناتها نسميوهم احنا ذوك ما الصف اللي هما الاول اما لكن بذم نقولوا احنا صحيح حتى بيجي الكاشيه نتاعو الكاشيه نتاعو مثلا 350 دينار ولا 300 دينار نجي نشوف نلقى ناس واخذه فلوس من الدوله ما خلصتش ناس ويتخلى وبقى مثلا في ذمته زوج عروض بار اكزومبل في الدوله مثلا بار اكزومبل قاعد وعنده 20 مليون للدوله وهو خذا مبالغ ماليه طائله والسيد الموسيقي يحب من عنده عاد خلصوا ميسيل شو ابقى انت استنى معناتها هذاك علاش وفما ناس تكذب على الموسيقيين تقول لهم راهو مازالوا ما خلصوناش وتم الخلاص معناتها فهمتني نتاع العروض هذيك هذاك علاش قلت لهم راهو اللي يحب من الموسيقيين يجي يطلع كونه المبلغ المالي تم خلاصه ولا قداش المبلغ وكيف كيف مالوروزمون في في معناتها والناس راني اصحاب المشاريع نحكي على بعض القله القليل اللي هو يجي مثلا الدوله وقت اللي تعطيه عرض يمشي للموسيقي والله يقول له اسمع سامحوني في الكلمه الموسيقيين اذا كان يسمعوا فيها الكلمه معروفه يقول والله يتيمه من عند الوزاره هذه راهي والله يعطوني مثلا 3000 دينار وهو ريالمون نجي نشوف ونسمع فيهم التصريحات هذه مثلا ولا الموسيقيين يجي يقولوا لي راهو قال لنا بكذا نجي نشوف نلقاه ب 6000 دينار علاش جوستومون دونك هنا الشفافيه اني يعني كانت عندي تعرف رضوان كانت عندي الجروب نتاع ساكسوفانز صحيح تعرف العقد نتاعي عاملين جروب فيرمي العقد وقت اني نتعاقد مع الوزاره ولا مع مدير مهرجان نهبطوا في الجروب نقول لهم ها هو المبلغ المالي نتاع العقد تفضلوا شوف وقتها الموسيقي عندي مجموعه نتاع ساكسوفانز كانت تمشي معايا لاخر الدنيا باي مبلغ مالي وصلنا مشينا صدقني وصلنا مشينا للقصرين عملنا مهرجان في القصرين بمبلغ مالي زهيد جدا آخر حاجة موسيقي الكل نعم. آخر حاجة نهار 9 مارس هبط أنت ما يسمى مجموعة العروض التي تم دعمها لمجموعة محمد علي كمون لعرض 24 عطر من قبل مؤسسات وزارة الثقافة وكتبت تفاعلا مع التعليق التي راجت على صفحات الفيسبوك حول جدول تأليف العروض الذي تم دعمها لفئة مشروع 24 عطر لصاحبه محمد علي كمون من قبل هياكل مؤسسات وزارة الثقافة من 2016 إلى سبتمبر 2019 أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما يلي هذه العروض لم يتحصل عليها صاحبها من هيكل واحد أو من إدارة واحدة بوزارة الثقافة بل كل من عديد المؤسسات الراجعة بالنظر لهذه الوزارة. العروض التي تم دعمها من إدارة الموسيقى منذ نوفمبر 2016 لم تتجاوز 32 ألف دينار خلال 3 سنوات. فري بروفيل ولا فو بروفيل؟ فري بروفيل
علاش هاللونغرناج وقع سي محمد علي كمون من جهه يكتب عليك انت وانت ترد، شنو اللي حصل في حكايه بيه. محمد علي كمون بسرعه. سي محمد علي كمون معناتها موسيقي يخدم على روحه وعلى عينه. بون كنت نعتبره زميل وما عادش ما عادش تعتبره زميل. زميل لانه ديما حكايه الفن لازم تقعد شويه لما نعرفك. لا نعرف مش مشكله معك. اما صحيح اذا كان لا شوف على خاطر المستوى هبط برشا معناتها ما عادش نحب نهبط خاطر وصلنا الحكايه نتاع الموضوع هذا. سي محمد علي كمون فما زميله موسيقي جاء عمل مطلب في النفاذ الى المعلومه في نفس الاطار اللي كنت نحكي فيه. حب يعرف معناتها شنو هي العروض اللي خالصه وقداش خذوا عروض وقداش كذا وحق من حقوقه خذاها من الوزاره مش خذاش من اداره الموسيقى راهي العروض هذيك. وقت اللي تم نشر القائمه هذيك فما ناس فهمت اللي المبلغ هذا اللي هو 1,050,000 مبلغ نتاع العروض هذيك تم صرفه لفائده محمد علي كمون ولا مليار من الدولة من معناتها من هيكل وزارة الثقافة من 2016 حتى 2019 معناها على حد درايتي ما تعش به حتى فنان اخر المبلغ هذا بطبيعة الحال ما خذاهم شوف وقت اللي شافوا هما التابلو هذاك اللي هبطوا الموسيقي هبطوا قرروا حصلت عليه من عند هيئة النفاذ المعلومة الموسيقيين أصحاب المشاريع تكلمت قالت أخي ما فما كان 24 بارفان في البلاد معناتها كيفاش معناتها المبلغ هذا راه ما تحصلتش عليه حتى الفرقة الوطنية في 4 سنوات معناتها مبلغ هام جدا هو ربي يعينه معناتها قاعد كيفاش يمشي للمهرجانات ياخذ من عندهم وكذا دونك حبيت نوضح اللي المبالغ هذه راهي مجمعة من هياكل الدولة الكل كي نقول هياكل الدولة اش معناتها هياكل الدولة يعني المندوبيات الجهوية المهرجانات اعطاته ولو وضحت اللي اداره الموسيقى اللي نشرف عليها خذاها من عندها كيف وكيف الموسيقيين الكل لمده 3 سنوات معناتها خذا المبلغ تقريبا تاع حكايه 30 مليون. نمشيو للاخبار وبعد عنا فقره خذ راي وعندك راي خذ راي واعطي راي عنا ميكرو ترتوار باش نشوفوا الشباب والموسيقى من بعد نرجعوا في البلاتو نحكي. ايدي بابيون على نجمة FM 36 دقيقة مازلنا مواصلين ضيفنا الرئيسي نذكر به الدكتور فاخر حكيمة. خلينا نقول تو كنت قبل نقدم فيه مدير إدارة الموسيقى والرقص تو مدير إدارة الموسيقى والرقص سابقا وحاليا هو أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى وتحية سي خالد سلامة مدير المعهد هذايا والكل اللي قريوا غاديكا والطلبة الكل اللي يعطيهم ألف صحة. المعهد قاعد يقدم فيه خدمات مزيانة برشا في سوسة منارة من منارة سوسة إن شاء الله يرجع بأكثر قوة في السنوات القادمة. ومعاه زادة أيضا جون أرتيست بعد باش ناخذوه شوية سالم مع ساكسوفون باش يقدم لنا حاجة حلوة برشا كالعادة. نذكر شيما معانا سيد عماد معانا إيمان إن شاء الله جو عجبكم أول حصة ولا والله مزيان يعطيكم الصحة مزيان إيش معناتها مزيان والله أنا بربي سانسر ما خليني أنقذوني على المباشر أنقذوني على المباشر كما عجبكمش البرنامج قول برنامج لا رضوان باش نبداو محاكين لازم نبداو برواحنا باش ما نخليوش الناس ينقذوني قولوا إيش قول غير 4 ما فقتش بهم بالحق ساعة مقبل وهكت من الأول خاطر عندي برامج قبل بساعة وبساعتين قلت هذا سوية إيش باش يعديهم من 5 إلى 8 فينا المون تو 7 غير 4 ما فقتش الوقت اللي يجري ولا باش ما تهربش نطولوا باهي خلينا نشوفوا هشام شنو انا الراي ديالي بحال عماد كيما عماد تعداو دازوا دغيا صافا مع تلقيتوا راحتكم شوي خاطر نذكر الساده المستمعين راهو تعرفوا اول حصه راهو الاولاد متخوفين شوي وبالرغم اللي كنت معمل عليه الورقه الرابحه سي عماد هو اكثر واحد كريسبي كان في اول الحصه اني تفاجئت ايمان اعطى منى ايمان اعطاها صحه معناتها سبونتاني زاد شامة حضرت لنا فقره مزيانه برشا معناتها لحد الان معناتها شكر العروسه شو يقولوا اما الحقيقه احنا نقولوا نبداو برواحنا معناتها ما فيها بس ان شاء الله ننصيو اكثر احنا ديما راهو برنامج عمل اللي يتواصل اكثر باش نمشيو لفقره اخرى اعطي راي وخذ راي ومن بعد نرجعوا نحكي اعطي راي وخذ راي في اعطي راي وخذ راي هذه فقره ما نحبش نسميها موضوع الحصه خاطر عندنا برشا مواضيع ما خلينا نقول ديما نركزوا على موضوع شبابي في جانب من الجوانب دونك لان ضيفنا الرئيسي هو من المشهد الموسيقي من المجال الموسيقي حبينا نخرجوا للشارع نسالوا الشباب وسالنا زاد بعض الكهول باش نشوفوا نعملوا كومباريزون اسك الشباب في جهه والكهول في جهه حكينا مع بعض الشيوخ زاد شويه يسمحوا لي في الكلمه هذه لهم اكثر من الكهول حسب ما شفتهم في الفيديو ممكن يصير تشوفوهم بعد تباعا باش يهبط على الصفحه الرسميه نتاع الفيسبوك نستناو تفاعلاتكم زاد على الصفحه الرسميه نتاع الفيسبوك اي حاجه اي مقترح يفرحنا برشا
برشا. شكر للحيون عطاونا تحيه تو نرجع لهم بربي بالاسم يعذروني ان شاء الله باش نسميهم الكل اللي عطاونا تحيه. عطاو تحيه الناس كل اللي يتفاعلوا معنا تو اللي يسمعوا فينا في الراديو. خرجنا للشارع باش نشوفوا. سالنا سؤال بسيط جدا، انت باش مغروم شنو الموسيقى اللي مغروم بها تسمعها، شكون الفنان اللي تسمعه. ومن بعد سالنا سؤال اخر، قلنا الناس اللي ماهيش مغرومه بالوتري وبالسيمفوني قلنا لهم علاش ما نكونوش مغرومين بالوتري يوسف. كان لقينا ناس مغرومه بالسيمفوني وماهيش مغرومه بالموزو درانا قلنا لهم مش بكم مغرومين بالسيمفوني. احنا من الاسف ما لقيناش. نسمعوا مع بعضنا اش قال لو جون واش قالوا لي زادولت في 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 الشارع التونسي. وتحيه لبشير بن ذياب على الميكرو تطوار هذه. غني كلاسي قطر غني توا تحسه ما عادش عنده حتى قيمه. موسيقى تونسيه شويه راب تونسي هكا، السيل هذا هو اللي قربنا شويه الاصل الاصاله نتاعنا فهمتني. توا تونسيه معنا كيما احنا نقولوا المالوف ونقولوا المزود هيك الاصاله نتاعنا الجذور نتاعنا. والراب تونسي هو الموسيقى اللي طالعه فهمتني توا معنا طالعه جديده فهمتني في تونس. فما عندك سيد علي الرياحي قبل قديم، صابر باعي، لطفي بوشناق، هذوما الفنانين اللي طالعين فهمتني. هذوما هم اللي يمثلوا الاغنيه التونسيه معناها فهمت. والبرا كيما نقولوا جورج وسوف الاغنيه السيمفونيه نحبها معناها هي شنو معناها باهيه فهمني، ولكن ما واتاتش الحقيقه خاطر في تبرقه هي يظهر لي نتاع الجاز ولا في الجم ما نعرفش. ماني والله نقول فرانشمون مانيش ماك جون اللي نحب هذوما شق شق الرويق هذاك الكل ما نحبوش. يعني 52 ماك جماعة تنجم تقول انتيكا صحيح ولا البرا سبع فخ. وفي تونس صوفيا صدق المرحومة ذكرى محمد الوترية، عندك زيد غرس وعندك بوه الله يرحمه سي طاهر غرس هذوما القدم، وعندك الشيخ العفريت كنت نسمعوا أهل أغاني ترابية خاصة احنا من الجيل القديم نسمعوا برشا وردة وأم كلثوم وعبد الحليم هذوك المغروم بهم. أنا واحد من الناس أو الأغاني الجديدة هذيا ما عنديش بها برشا كيف فرنسا لا يشقول لك نانا لطفي بوشناق شوية لطيفة ذكرى محمد الله يرحمه برشا هما دوانسة باهين يعجبوني أصواتهم. في المالوف زياد غرسة في الأغاني الشعبية ما عنديش عليهم ما عنديش بهم كيف. تسمع شوية الأغنية الوترية الأغنية السيمفونية مالا شوية برك الوترية أي ولا السيمفونية ما نسمعش برشا. وبالنسبة للشرق ولا العرب بصفة عامة عندك وردة تعجبني، ميادة تعجبني، أصالة نصري، ودول الكبارات قبل نتاع الجيل القديم وكيما أم كلثوم هذوك ما كيفهم حتى. هذا اش قالوا عينه معينه تعطينا فكره على الاقل حتى ولو هي عينه معينه. بنحب نسال سؤال مباشر للموجودين معايا كما يقول جعفر القاسمي، سالتكم بجاه ربي جاوبوني بكل صراحه. وهكا جعفر كيف يعني سالتكم بجاه ربي جاوبوني بكل صراحه. كل واحد باش نسال نقول له شنو الموسيقى اللي اختارها وعلاش. نبدا بايمان. سؤال صعيب برشا تعرف صعيب. شنو الموسيقى اللي تحبها وشكون تسمع؟ والله انا نحب الموسيقى الغربيه ونسمع البرشا طليان الحقيقة خطر أني الأغاني حبيبتني في اللغة وخلتني نتعلم أكثر اللغة. دونك ديما قعد ديما مجبودة للغة الإيطالية وللأغاني الإيطالية الإيطالي كل بصفة عامة الإيطالي الكل كما نسمع بافاروتي كما نسمع بوتشيلي كما زاد نسمع لورا باوزيني ولا إيروس راماتسوتي. عندهم دي حقيقة حاجات مزيانة وكلمات حلوة عكس اللي قاعدين نشوفه فيه في تونس مالوغوزمون. هنشوف عماد والله راتبين ممكن تستغرب كم قولك نسمع كل شيء ودي يعطيني احسن حاجه هذه اغزر هذا يحب الفريق القومي ومش متحزب من حاجه. بالنسبه لي توقف الزمن فيما قبل معناتها الثوره والاغاني اللي هو الناس الكل يسمعوا كل شيء. اما اقرب حاجه اللي قلبك حاجة ما يدح الناوي جورج وسوف كل الجو هذاك بالضبط. اي شام كيف وراء وكل شيء اما من حاجه دوس شو الناس اسال هي طبعا نقل عليك كمان كل شيء راه كل لون موسيقي عنده اللون نتاعو هكا ولا احسن حاجه تسمع حاجه دوس حاجه فيها احساس حاجه فيها موسيقى كل فيها احساس هي. لا لا بالحق اي بالحق. ايه خلينا نشوف سالم هاو شاب حذانا هنا عينه نتاع اني ترى شفت قلت بكري قلت سالتك بجاه ربي معناتها اعرف دبر راسك دبر روسكم في العواشر هذه وكما تقولوا ليش الحق ولا يتحملوا مسؤوليتك. قل لي شنو تسمع اختانا من السكسفون وكل شيء حتاني كل شيء هادي سعيد اما الأكثرية كنا شبيبة سعيد حتى نقول لك علاش من بعد الأكثرية جيمس براون في الجو ذاك. اوه جاب حدانا مرة يوسف البحري الأستاذ يوسف البحري معناتها الأديب والمفكر والأستاذ الجامعي والناقد المسرحي جاب ولده زاد معاه لهنا فجأني ولده تقريبا عمره 7 سنوات فخر سألته كيما هكا على الطاير فهمت جابه قلت له بربي خليه يقعد لهنا شفت ولاي ذكي كل شيء سألته قلت له باش مغرب قال لي جيمس براون حطيت الأغنية نتاع جيمس براون صدقني يحكي لي بوه قال لي الحجم الفرح
قد من يشري له كادوات عمر ما فرح قدر الغنية متاع جيمس براون حطتها له في الإذاعة قال سمعتها بجو إخ علاش مغروم جيمس براون برغم راهو راهو جيمس براون ليه معناتها جيمس براون نتاع السول القديم نسمعوا في السول الجديد احنا موسيقى الروح يسميوها هي السول القديم اللي احنا نقولوا علاش مغروم جيمس براون بالانرجي هكا تقول انت شويه اي كيكه من اي عنده انرجي كبيره جيمس براون كي سيب روحه اي بالحق شو التونسي مش مغروم لا مغروم انا نسمع كل شيء مثلا اقرب حاجه لقلبك شنو تعجبني صريحه اي اي طواني قداش عمرك يا سا 15 تعزبك صالح شوف ما انت عكس الطياره اش طولك في الشباب هذيا تو نشوفوا طوب كلهم التغريب على نغمه واحده راب مزود وزادك جماعه المزود يعطيني في مباريات تقول خطر حفاظ على الهويه التونسيه وغير ذلك فهمت لا احنا تو اغزر الالوان كل واحد وذوقه شوف احنا نحترموا الاذواق الكل الحقيقه كما قال عماد يعني الحقيقه نسمع كل شيء بصفتي حتى الاعلاميه زمي نسمع كل شيء يعطيك صحه بالضبط هكا ولا باش زمي نفهم باش زمي نوعي الناس بصفتي حتى التربويه دونك لاني اونسانيون زاد نقري مضبيه تلمثني نعرفهم باش يسمعوا وش ما يسمعوش زمي نفهم بالكدا هذا ما تفهمين فيه واي انسان يزم يسمع كل شيء لكن اقرب حاجه لقلبي اني نسمع برشا الغناء الغربي الحقيقه مارفن جاي باري وايت الفيس بريسلي الفيس بريسلي ذا بيتلز ذا بيجيز بعد باش نحكيوا عليهم شويه فهمت بينك فلويد مالك جميع هذوك من بعد نرجع شويه جورج مايكل مادونا مايكل جاكسون في لي شانسون فرونسيز هذا الفتره ذهبيه لكم حاجه زاده جورج مايكل الفتره الذهبيه الفرنساويه سيدي جماعهم سيدي فارتون حسره ميشيل فيغان ادامو الزمن الجميل الزمن الرائع نتاع الفرنساوي هذا كيما نسمع زاده تو الاغاني هذوما الحقيقه ساندويتش هذا نتاع بيت حمام وكل شيء خلينا نشوف فاخر شنو رايه في الاسماع الشباب هذا سمعت بعض العينات فاخر شنو قولك في الاسماع والله الحقيقه مش نحكي كموسيقي ولا كموسيقي اليوم نقول راهو كل عمل موسيقي صادق فيه 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 صدق ينجم يوصل للواحد ساعات الناس تتسائل تقول علاش الغناية هذه ضربت لا ضربت الغناية هذه ما يعرفوش علاش رغم اللي هي تكون بسيطة ولكن نجم تكون فما فيها سر في النجاح متاعها يا في الكلمات يا في اللحن يا المؤدي متاعها يغني بصدق وبإحساس على خاطر راهو الموسيقى فما برشا ناس ما تعرفش اللي تقمص متاع دور فما الدور يتقمص كيما الممثل راهو أما قبل كنا تقمص الدور هذا كنسمعوه بوذنينا اليوم ولينا نشوفوه في الفيديو كليب ونشوفوه في الوجه اليوم مثلا يقول لك شيرين برشا ناس تحبها بون موسيقيا راهي شيرين معناتها حتى تقنيا وكذا فما برشا خير منها على مستوى التقني ولكن شيرين الناس كي تتفرج فيها تشوفها تغني بأحساس تتقمص الدور اللي تغني فيه الغناية اللي هي عندها حكاية تتقمص الدور هذاك وتعيشه دونك هذاك علاش تمس أكثر دونك هنا واليوم راهو الموسيقى راهو راها أميساج إذا كان واحد يعرف كيفاش يبلغ خاطر شنو الفعل الموسيقي هو في حد ذاته فما خلق وابتكار وفما عملية متاع تقبل فما كوميونيكاسيون إذا كانت عديت الكوميونيكاسيون هذيك العمل اللي يتسمى نجح سننبيش اليوم رانا نحكيه على الناس تصنع في الذوق الموسيقي اليوم احنا قاعدين هنا توا فما الناس فما شركات فما ديبوات دي برودكسيون في لبنان في أوروبا في كذا تصنع في الذوق نتاع المتقبل هذا يعني باش نستسمح خاطر باش نحكيهم بعد على الذوق حاضر الميكرو تروتوار الثاني احنا سالناهم به احنا سالناهم اوترومو سالناهم زاده باش نبلغ لك شويه ربما تقنين مش حاضر الميكرو تروتوار الثاني سالناهم شويه تشوفوه على الصفحه هما زوز مش يهبطوا فيديوهات تشوفوه مع الصفحه في زوز عناوين مختلفه نرجع لك عماد دقيقه سالناهم زاده علاش ما همش مغرومين بما ان لقيناهم فرد موجه الكل قلنا لهم علاش مش مغرومين بالسيمفوني وبالواحد سؤالي شكون مسؤول هنا على الذوق انت حكيت على الذوق ومن بعد نرجع العماد كان عنده سؤال ولا شيء ما زاد الحوار مفتوح لكم أنت خطر ركزت الأكثر بش نخليك الكلمة ركزت على الجانب الفني والأكاديمي في شخصيتك بش نجيب لا لا بش نجاوبك اليوم فما الناس قلت لكم احنا قاعدين هنا توا وهي تصنع في الذوق اليوم العمل الموسيقي نحكيه على مشروع موسيقي اليوم نحكيه على ان بروجي كنتوريل نحكيه على انفستيسمون دون لو سيكتور كنتوريل نحكيه على مانجمنت كنتوريل اش معناتها مانجمنت كنتوريل معناتها الناس قاعدة تحط في فلوس باش تربح ارباح بيان سور دونك هو وقت اللي يعمل الشركه نتاعو هذه باش يحب يربح ارباح يلزمو يشوف اون استراتيجي دو كومونيكاسيون كيفاش يروج يولي هذا يحط القيمه الفنيه نتاع العمل على جنب دونك هذاك علاش اليوم الدوله وقت اللي نقول راني نرجع لك حكايه المعاهد تقول لي انت الذوق وين وكذا راهو المثال اللي اعطيناه نتاع 495 تلميذ اللي في معهد اللي الدوله صرفت عليهم مش على الخمسه اللي ولاو بروفيسيونيل معناتها خاطر انت كي تعمل احصائيا
في معهد موسيقي. معناتها الكلفه نتاع المعهد والاساتذه والماء والضوء والكتب العام والدنيا الكل هذيك كلها والصحيت والماتريال واللوجيستيك كل شيء هذا يتكلف على الدوله برشا فلوس. بالضبط. تقول انت تستثمر في هذوما على خاطر باش تكون خمسه من الناس، لا، الدوله تستثمر في ال 495 هذوما اللي يلزمها تستثمر فيهم على خاطر غدوه سي رضوان هذا اللي باش يمشي يقص تيكي ويتفرج في عرض سمفوني، غدوه باش يقص تيكي ويتفرج كذا ويمشي يشري سي دي مي بيراتيشي ويمشي تيليشارجي من السيت الصحيح ويخلص معناتها شوف الكل راهي شان مربوطه ببعضها. هذا كانش نقول لك اليوم فما العمل الموسيقي الناجح جماهيريا وفنيا اللي توفر فيه الصفات الفنيه والحس والمساج اللي تعدى، وفما العمل الناجح تجاريا على خاطر وراه ناس تخدم فيه في التجاره نتاعو التجربيه. دونك هنا الدوله يلزمها تتدخل باش تعدل تعمل المعادله الصحيحه هذيك وقت اللي تبرمج العروض الفنيه اللي هي ماهيش ناجحه جماهيريا، وكان تقول اللي راهي فيها مستوى فني العروض السيمفونيه العروض الاكاديميه العروض اللي عندها علاقه بالموسيقى التونسيه اللي تشجع المبدعين التوانسه اللي فيها انتاج تونسي جديد اللي فيها معناتها موروث موسيقي. دونك هذا الكل يلزم الدوله تتحمل مسؤوليتها فيه بالتكوين والبرمجه والدعم، والسوق تو يتنظم بطبيعته. معناتها راهو هنا علاش قلت لك راهو اليوم فما الناس تستثمر في الفن. تو انت فاخر سامحني، انت تو حبيت تنظم شويه وعملت كارت بروفيسيونيل مميز وعملت بطاقه احتراف عاديه وحبيت تنظم القطاع، قلت يا ناس راهو مش معقول كل من هب ودب يدخل البرامج التلفزيه خاصه في المؤسسات العموميه، وقلت زاده مش كل من هب ودب يعتلي المهرجانات اللي تصرف عليهم الدوله هكا ولا بتبيع. وقلت راهو فما بطاقه محترف مميز ياخذوها الناس هذوما وهم المخاولين مش يطلعوا في البرامج التلفزيه وهم المخاولين مش يطلعوا في المهرجانات، خاطر احنا لازم نكونوا زاد مش اوصياء على الذوق لكن زاد لازم نكونوا نحرصوا الناس المبدعه هذه. وقلت الناس الاخرين اللي تمارس ما نقصيوهمش، احنا يمارس في الموسيقى على روحه فوق السطح في العرايس وين يحبه، باش نعطيك بطاقه باش نوضحوا امورنا نشوفوا احنا بنك المعلومات شكون عندنا وشكون ما عندناش، باش غدوه كي نجي نقول مش كيما توا احنا عدد الفقراء قال لك احنا ما نعرفوش لحد ان نعملوا في تحيين ما نعرفوش عائلات المعوزه، كان جا كل واحد في قطاعه ينظم قطاعه مثلا في الموسيقى ينظم موسيقى. قلت خويا خلينا نشوف شكون يمارس في الموسيقى، اجاوني عيطت للناس الكل، جاك العازف وجاك الدي جي وجاك اللي يغني فوق السطح وجاك اللي يعني يغني ندرى في شنو مع احترامي الاماكن هذه الكل، جاوك الناس الكل. قلت يا خويا نظموا اموركم، انت موسيقي تحب تمارس النشاط الموسيقي به عندنا لجنه باش نشوفوك، كان عندك الحد الادنى من الشروط هذه باش نعطيوك بطاقه تبدا انت مسجل عنا تخدم على روحك في اطار القانون وتخدم في البلايص هذوك، ما تمشيش البلايص نتاع الناس هذوما الكبارات. والناس المبدعه من بوشناق زياد غرسة عندنا نشاويشي الناس اللي نعرفوهم ولا ناس اخرين زاد دو جون عندهم ابداعات وعندهم انتاجات ويبدع ويصرف في فلوس مش يغني في اغاني غيره، رانا هذوما مش نعطيهم بطاقه احتراف مميز واعطيناهم افونتاج هما سي نورمال باش يكونوا الفيترين نتاع البلاد، ما باش نجيب واحد اني تروزيام واحد يجي في التلفزه. هكي حبيت انت تنظم فهمت ولا صارت عديد مشاكل، شكون المسؤول على ذوق الناس؟ إذا كان ما كانتش إدارة الموسيقى وصار عليها فما صراعات فما لوبيات احكينا خلينا نشوف. باهي هو تنظيم القطاع يكون فيه زوز أقسام كبيرة. القسم الكبير اللي هو طريقة توجيه الدعم، الفلوس اللي تعطاها الدولة، معناتها تقول اليوم الدولة شكون الدعم وعلاش الدعم وكيفاش الدعم؟ معناتها كيما كي نطرحوا السؤال علاش الدولة تدعم الخبز وكذا وشكون معناتها الدعم؟ حبينا نوجه الفكره نتاعي كونه الدعم في وزاره الثقافه ما يلزمش يمشي لاي واحد، يلزم يمشي لشخص عنده مشروع عنده انتاج، ما يجينيش واحد يحب الدعم هو يغني في غناية غيره. دونك هذايا الساعه اول حاجه الكريتير نتاع الدعم، يلزم شكون نعطي الفلوس نتاع الدوله؟ شكون نعطي الفلوس نتاع الدوله لواحد ما عندوش انتاج؟ دونك هذه النقطه الاولى على اساس لمن يوجه الدعم، هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه كونه بالنسبه لتنظيم المهنه، تنظيم القطاع. شوف في العالم الكل نحكيو على مسرح هواة ومسرح محترفين، سينما الهواة سينما المحترفين. في مصر نحكيو على موسيقي درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، إلا في تونس نحبوا الناس كل عندها نفس المستوى. ما فماش مش حكيت راهو التصنيف راهو برشا ناس أولته شو ولا شعبوي إيش معناتها؟ احنا انتم تعملوا في التمييز العنصري والمساواة لا مش مساواة مش كسيون مساواة، راهو فما فرق بين ان ارتيزون اي ان ارتيست. شفت الحكاية الكل راهي تلخصتها في زوز كلمات، ان ارتيزون هو الحرفي الذي يمتهن الفعل الموسيقي يمشي يخدم على روحه، بالعكس هذاك نظمنا له القطاع نتاعو خذا البطاقة جوست نكمل رضوان خبر خذا البطاقة نتاعو باش يمشي
يخدم وعنده الحق وتوفرت فيه الشروط المطلوبة باش يمتهن المهنة ذيك. الارتيزان هذا هو الارتيست، هو اللي عنده ابداع، اللي عنده كرياسيون، اللي عنده مشاريع، اللي هو يضيف للمشهد، اللي هو ينتج، سي تام بروديكتور، يصرف على روحه ويشري غنيات وكذا. هذا الفرق بين البطاقتين هذوما. خلينا نمشيو احنا استراحه موسيقيه، عندنا انترفيو خاص بك انت كفنان. احنا توصيت البارتي الاولى بما انك اداري، حكينا معاك بصفتك مدير سابق لاداره الموسيقى. بعد الاولاد باش يحضروا حاجه اسئله فيما يخص فاخر حكيمه الموسيقي. احنا نمشيو استراحه موسيقيه بعد نرجعوا. دمع العين يشكي من حب جديد، احكي وانا نار تهيد، وسمعت فكري شريد، وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تهيد، وسمعت فكري شريد، وسكت وقلبي شهيد. من بعدي فاجئني بقصتك
انتم تسمعوا في بابيان على نجمة FM. البيجيز فرقة تكونت عام 1958 في أستراليا، ثلاثة خوات باري جيب وزوز أخوات أخرين توائم هما روين جيب وموريس جيب، جاوزت المبيعات متاع الغنية هذية فقط 225 مليون استوانة في عام 2005، تقريب دخلت التاريخ الغنية هذية، وغنوها في فيلم ساتوداي نايت فيفر، أوج الشهرة متاعهم في الستينات، نشطوا من 1958 ل 2003، وعندهم قصة ممتازة ياسر، إن شاء الله مرة جاية شامة تحكينا على الغنية هذية Staying Alive. احنا مش نمشيو الفقرة الثانية نسمع بها وما نعرفش نسمع بها لليلة، نسمع بها لليلة، نسمع بها لريتها، وفي الحقيقة برشا حاجات نسمعوا بهم وما نعرفوهمش، وساعات نقولوا لايك الحاجة نعرفها ما نسمع بها لكن والله ما نعرفهاش. نشوف إيمان اش حضرت لنا في الفقرة. والله حضرت لكم زوز فقرات، عنا الفقرة الأولى هي فقرة قارة، هي باش نعرفوا بها لغة من اللغات، كل أسبوع نختاروا لغة نتعمقوا فيها ونتعرفوا عليها، والفقرة الثانية مش نحكي لكم على حاجة ولا مكان ولا حكاية كما العادة نسمعوا بها وما نعرفوهاش، دونك نتعمقوا فيها. كلغة اليوم نختاروا لغة دان، لغة الأم هي اللغة العربية. اللغة العربية هي ترجع تاريخها للقرن الثاني الميلادي. لغتنا هي أكثر انتشاراً في العالم، ينطق بها أكثر من 422 مليون شخص، هي لغة بوصفها تتوصف اللي هي لغة المعجزة ولغة خالدة بسك، هي لغة القرآن الكريم. تتوقع الإحصائيات الأمم المتحدة أنه يزيد عدد المتحدثين متاع اللغة العربية أكثر من 647 مليون بحلول عام 2050. تعد اللغة العربية من لغة العالم غناء ودقة، يفوق القاموس العربي ما عدده 12 مليون كلمة. نجم نقول على اللغة العربية اللي هي لغة فيها أكثر من 28 حرف، وتحتل المرتبة الثانية من أكثر الأبجديات. تتميز لغتنا العربية بنظام التنقيط وحركات فريد، تكتب قديما بلا تنقيط أو حركات، تطور الحركات هذه في القرن السابع ميلادي، واعتمد التنقيط في القرن الثامن ميلادي. يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية وهو 18 ديسمبر من كل سنة. من اللغة العربية نتعداو للفقرة الثانية، وهي فقرة اخترت لكم مدينة حمام سوسة، حويجة في مدينة حمام سوسة، حمام سوسة البية، نمشي والبنية أثرية اللي هي الكازمة. الكازمة هذه تقع في بحر حمام سوسة اللي هي ما بين المنشية والواد وبحر القنطاوي. البنية هذه بنية تبنيت وعد الاستعمار، بنيها الألمان في الحرب العالمية الثانية للتصدي لعملية الإنزال بحر من طرف الحلفاء. هي مبنية من الإسمنت المسلح، وهي قادرة على الصمود أمام أكبر القذائف، وبداخلها فتوحات صغيرة ننصب فيها الماء المدافع. الكازمات هذوما ما زالوا موجودين في مدينة حمام سوسة، ننصحكم أن أنتم تنجموا تشوفوهم وتنجموا تتعرفوا عليهم on direct. فما برشا حاجات أكيد في ذهنكم، تنجموا زادة تبعثونا حتى على صفحة رسمية الفيسبوك إذا كان فما حاجات تحبوا تعرفوا شنو السر متاعهم الخبايا متاعهم. احنا كل أسبوع إن شاء الله نتعرفوا على حاجة أخرى. نشوف السينما توا روبريك آخر يخص الأفلام، مش نحكي شوية كل جمعة نعطيكم الأفلام. عماد محضرنا فقرة زادة شامة أيضا حلوة برشا فيما يخص السينما، هات نسمعوهم شو محضرونا. آرت نيوز، جديد الفن والفنانين. باهي مسيرش فقرة آر نيوز باش نحكيو فيها بعد شوية، خلينا نمشيو للأفلام. عماد اش محضر لنا فقرة الأفلام اليوم؟ الأفلام دونك التونسي كان كونفيني على الأخر، وعاد ثلاثة شهور في الكونفينمون، دونك باش يكون الأكثرية يا يوتيوب، حبيتنا نتفاعل معك قبيل على اليوتيوب في الاستسهال للوصول الأغاني، وباش يكون زادا باش يتنقل للسينما باش يعبي وقته كسو عن طريق القنوات الموجودة في نايسات ام بي سي 2 المعروفة ياسر بال أنها تعدي ياسر أفلام. الحقيقة الغوبيغي هذيا مع زميلتي شيماء، شيماء اللي اختارت ذا انفيزيبل مان فيرسيون 2020، تخليك من بعد تحكي لي. أنا قدمت لها فقرتها. لا لا ماهوش نتفاعلوا، أنا اخترت توجه آخر، أنت اخترت لا سيونس فيكسيون، أنا مشيت للاغار وفيلم ديستوار فيريديك اللي هو 1917. الفيلم المميز هذا اللي يلفت الانتباه ما نعرفش سي فخر سي سور، راك شفت اطول سين دو سيكونس موجوده فيه 9 دقائق والثانيه 11 دقيقه. اللي ميزت الفيلم هذا هو الاعتمادات المرصوده ليه اللي هي 90 مليون دو دولار مع 300 مليار تونسية، ومن بعد الأرباح جات بطريقة رهيبة جدا. الفيلم اللي يقوم بإخراج ميس مانديز من كاولو، والحكاية حكاها له جدو
يا اخي حب يعملها فيلم ورهن عليها ومشى لسكوتلندا وين حفروا دي ترونشي رادوين شبيل حقيقيين بطول كيلومتر ونص، واعتمدت المرصوده كانت التصوير بالكاميرا ريد اغلى واحده كانت، وصوروا بالدرون وصوروا بامكانيات رهيبه ويتكا، معناتها تشوف الحاجات المرصوده في الفيلم هذايا. المخرج معروف بفيلم سبيكتر، معروف الاكثريه بسكاي فولز، وعمل ميسيون امبوسيبل اللي كان اكثريه متوجه للفيلم الحركه، اللي بدا حياته كديريكتور ارتستيك هذاك عليه ديما انت قبيله الفت لي الانتباه لحكايه انه الغرام وين نجم يوصل ديريكتور ارتستيك، وكان يعمل ديسان دو مسرح عمل 8 مسرحيات، وبعد عمل فيلم 1917 فيلم يقعد ساعتين. عاود لنا عنوان الفيلم اذا برشا ناس، خاطر احنا ديما نقولوا راه نشوفوا حتى في الفيسبوك حتى اصحابنا كل شيء، ما نعرفش في الاخر كسرت لكم انتم ولا حاجه، ساعات يقول لك بربي شنو الفيلم تقترح عليه. دونك عاود لنا عنوان الفيلم. الفيلم هو عنوانه 1917 جوست، فيلم يحكي على زوز جنود باش يمشيوا يبطلوا مشروع نتاع هجمه صغيره ضد الالمان، على خاطر الالمان عملوا لهم فخ. ونخليكم بعد انتم تابعوا نشوفوا شنو الفيلم اللي خطرت له. اليوم جبت لكم فيلم عجبني بيرسونيلمون، ننصحكم باش تفرجوا عليه، ذا انفيزيبل مان. هو فيلم خيال علمي ويندرج ضمن قائمه افلام الرعب زادا، وهو فيلم امريكي استرالي للمخرج وانول، خرج في فيفري 2020. الفيلم ماخوذ من روايه الرجل الخفي للكاتب البريطاني اغبير جورج ويلز اللي صدر عام 1897. الفيلم كيهضر على سيسيليا اللي تعيش مع زوجها ادريان، العالم المختص في علم البصريات، رغم ما كانت المرموقه في العلم وثراء الفاحش، الا انه شخص مضطرب وعنيف لدرجه انه زوجته قررت الهروب ليلا عاونتها اختها ايميلي. بعد اسبوعين من هروبها صلما سمعها تمشي يتفرج مسكين كنا نعرف فيه تبع شويه على الميكرو جوز وين شبي اللي يحب الديتاي قول له راهو فيلم بوبليك افيرتي اقل من 12 سنه لا هذه اهم حاجه لازم نقولها لك الفيلم فيه صحه لا لازم نقولها لك فيلم فيه انا خاطر حبيت نتفاعل معك وتفرجت فيه سي تان ريميك سي تان ريبريز الفيلم انفيزبل مان من عام 1908 عاودوه برشا مرات في الفيرسيون تاع 2020 على هالاطفال ما يتفرجوش ما يتفرجوش فيه الاطفال وحاجه اخرى اعتمادات مرصوده 9 مليارات جاب 300 مليار هذه لازمك في الصناعه سالم مغروم بالسينما انت تتفرج شنو انواع الافلام اللي تتفرج فيها قول ليش الافلام كل شيء زينا من كل شيء هذه لا لا عندك فاخر تفرج على افلام الحقيقه مش مغروم برشا نتفرج في المصري تونسي في الكونفينمون لا والله افلام معناتها مع الافلام المترجمه بالعربي لا دوكيومونتير ولا اكزاكتومون فهمت ايمان تفرج على افلام انت مش برشا مثلا والله يعني ديما يشدني الحاجات هكا التاريخيه فيلم تاريخي فيلم تاريخي مزيان هكا ديما نقعدوا في الطليان معنا نحوسوا باه اني متاكد المره الجايه باش تحكي لنا على اللغه الايطاليه اي سي سي متاكد طبعا طبعا احنا بدينا باللغه العربيه هي اللغه الام يعطيك الصحه على البريك اللي عملته شامه زادت كيف عماد نمشيو للغنايه باش نستقبلوا عندنا اديب وشاعر في الكتاب ممكن تعرفوا تو الامور التقنيه راهو هي نورمالمون البريك هذه على الافلام بالنسبه للاخبار الفنيه باش ناخذوها في الاخر مع شامه عند الاخبار الفنيه اعذرونا شويه الحصه الاولى لحظات باش نستقبلوا شاعرتنا واديبتنا باش تكون حاضره بحذانا باش تقدم الكتاب نتاعها هي ومن بعد باش نستقبلوا جونار موهبه الشابه معنا سالم موجود بحذانا عنده ما يقدم في الساكسفون كونوا مستعدين خمسة اسمه حاجه اكسترا اوردينير
ساعة وصلنا على نهاية برنامجنا بابيون كالعادة بحضنا في الاستديو شما إيمان عماد والدكتور فخر حكيمة وأيضا موهبة الشاب سالم حكيمة باش نستقبلوا في الربريك هذايا متاعنا احنا كالعادة لابد منجموش نحكيو على الثقافة منحكيوش على الكتاب منجموش منحكيوش على الأدباء والشعراء كلهم كفاءات وطنية همين برشا ثروة من الثروات الوطنية في الربريك هذايا كوان بوك كوان بوك صفحة من كتاب كوان بوك أو صفحة من كتاب ضيفتنا اليوم أستاذة عزيزة أستاذة نفيسة تريكي أهلا وسهلا مرحبا بك أهلا بك وبكل مستمعين وعيدكم مبروك وإن شاء الله يا ربي نحي علينا الغمة على قريب عايشك بيه أش محضرتنا أحكيوا شوية على مؤلفاتك نحكيوا شوية على سيرتك الأدبية تبارك الله معناتها طويلة برشا إن شاء الله وحكينا شوية من وقتاش بديت الكتابة أهم المؤلفات اللي عندك اللي في بالي أنت تكتب شعر ونثر وتكتب نعم. قصة زادة وتكتب قصة قصيرة آخر حاجة خذيتها من عندك مشكورة جدا يعطيك ألف صحة نذكر قريتها في الثنية راهوك اللي عطيتها لي آخر مكتوبة ديك قصة قصيرة حلوة برشا عملت عليها كيف قبل ما نوصل للدار كملتها احكينا شوية على مسيرتك والله أنا بدأت منذ الطفولة لأني أول مرة كتبت فيها ما يشبه الشعر ليس بالشعر كتبت فيها عاجزا لأمي في عيد الأم وذهبت إلى الرحبة واشتريت وردة وأهديتها لها ومنذ ذاك اليوم لم أرمي القلم منذ كنت في السادسة ابتدائي وبقيت أكتب في صمت صموت حتى ما بعد الجامعة بعد ذلك بدأت أخرج في بالطبع في الجامعة إلى غير ذلك ولم أنشر إلا بعد أن اشتد عودي وبدأت أحس أن لغة الضاد التي كانت تتحدث عنها إيمان منذ حين استقامت في كياني واستقامت في وجودي ووجداني ووقتها قلت لما لا سأبدأ النشر وبدأت أنشر أول ديوان سنة
97 و 900 وألف، وهو ديوان رعد، ثم تتالت بعد ذلك سراج القلب، ثم بعد سراج القلب نشرت ترجمة كذلك للصديق العزيز جلال باباي مع أختي الصحفية صفية تريكي في التاب، ثم هني نسيتهم ثم بعد ذلك قلنا سراج القلب، ثم بعد ذلك عصارة العبارة هو هذا الديوان نشرته في الأردن الشقيق، ثم انتقلت إلى تجربة أخرى هي بالطبع التجربة الحديثة، هذه تجربة الاتصالات الحديثة، والآن عندي ما يقارب 10,800 مشاركة في أكاديمية الفينيق للأدب العربي، وأكاديمية الفينيق بدأت يعني من خلال العنقة دار العنقة تصدر بعض الكتب التي تحتوي على مشاركات عربية، ومن هذا الكتاب أنطولوجيا الفينيق للأدب العربي مساهمة ساهمت فيه، ثم بعد ذلك أردت أن أغير الطعم فقلت لما لا أكتب نثرا، فكان صائغ الصدفات هو آخر ما نشرت، وعندي كثير مما لم ينشر بعد، إذا أرادت الحياة وأراد الله قد أنشره يوما ما وكهو. اش اخترت لنا باش تقرا لنا اليوم صفحه من كتاب؟ اني مضبيه تختار لك يا حلوه، خليك انت على كيف على الريح الله يرحمه، تختار لنا شيء من النثر وتختار لنا شيء من الشعر. نعم نعم، وهو كذلك لست ادري كم من الوقت معناتها لن اطيل عليكم خفيفة. اظن بسيرش. انا من عشاق الضاد، ومنذ حين ايمان تكلمت عن الضاد وانا ساهدي هذه الضاد لكل الملايين التي تتحدث بالضاد. الضاد ضمير وهوية، الضاد أصلك لا تخنها، الضاد أمك لا تهنها، الضاد عرضك احتضنها. سأقرأ جزءا وليس الكل لأن الوقت بالطبع لا يسمح، من قصيدة موجودة في مع القصائد العربية العديدة من مختلف البلاد العربية في أنطولوجيا الفينيق للأدب العربي المعاصر، اسمها سر في ضمير الكون. كيف التقينا؟ لا يعرف أحد كيف التقينا، ولا كيف مشينا طويلا في طرق المتعبين، ولا كيف نبتت على جنبات شفاهنا ألسنة اللاهثين، ولا كيف رمانا الحلم بعيدا بعيدا في أنفس من حنين، فمنينا أنفسنا بالوداعة للطيبين، ولا حتى كيف بكينا طويلا من مضوا في صمتهم كارهين. لا يعرف أحد كيف بنينا من شموس المعاني قصورا ليسكنها الهائمون، ولا يعرف أحد كم من حرير غزلنا من كواكبنا ليالي طمأنينة نهديها للظامئين، ولا حتى كيف خبزنا من عرق أيامنا وحيواتنا رغيفا عساه يشبع الجائعين. لا يدرك أحد كيف انتشينا في ضياء الثواني وربوع المعاني، ولا كيف مضت ساعاتنا وامتطينا الأماني، ولا كم ضحكنا ولا كم بكينا لنهدي بسماتنا لتعب المنهكين. هذا جزء من قصيدة. شكرا. نحب نسألك سؤال، احنا اليوم عملنا موضوع أستاذة نفيسة، حكينا شوية على الشباب والموسيقى، كنا نحكيه شوية توا وخرجنا خرجنا شوية للشارع شفنا الميولات وطرحنا جانب غياب النص، هذا ديما نشكي منه،
معناها غياب النصوص أم كلثوم تقول الأغنية هي نص. نعم. أو لتكون. والأعمال الدرامية متاعنا عنا شكوى كبيرة برشا من النصوص والأعمال الكوميدية. شنو سبب هذا يا أخي؟ ما فماش كتاب وإلا ما فماش ناس تشجع الكتاب؟ أظن أنها الثانية بصراحة. الكتاب معناها ما شاء الله تونس تسخر بالكتاب والبلاد العربية كذلك، ولكن لست أدري هل هو تقصير من الكاتب لا يقدم نفسه، هل هو تقصير من الإعلام لا يقدم كثيرا من الكتاب، هل هو تقصير ربما من بعض الملحنين الذين يريدون السرعة ويصعب عليهم أن يتناولوا قصائد دسمة وقصائد مهمة. ليس سهلا ما كان يختاره عبد الوهاب أو رياض الصنباطي أو محمد الموجي، قصائد قوية وقصائد عظيمة وفيها معان قوية جدا، بل أحيانا تجدهم في تماهن مع الحركة الشعرية وتطورها. نلاحظ أن عبد الوهاب في الجندول مثلا اختار علي محمود طه، وهو علي محمود طه من الحركة الرومانسية يعني في صحيح. في ذاك الزمن، وأحمد شوقي وغيرهم، معناها انظروا كيف هجم رياض الصنباطي على قصائد أحمد شوقي، وكيف هجم محمد الموجي على قصائد رابع العدوية، هذا الهجوم الجميل جدا الذي ترك لنا روائع. أنا واثقة أنه يوجد معنا من الموسيقيين المبدعين ما شاء الله، هذا واثقة منه، وكذلك من الشعراء والشعيرات، الحركة الشعرية في تونس حية ومليئة وزاخرة بالأصوات، ولكن هذا أمر أنا شخصيا يؤلمني بصراحة. أنا يؤلمني جدا ألا أرى، لن نقول أن كل ما سنغنيه سيكون دسما وقوي، لا لا، ولكن زاد هذه الدسامة لها حق، حق على الموسيقي، من حق الشعر الجيد أن يلحنه الموسيقي، ومن حق الموسيقي الجيد أن يجد معناها وجوده في الإعلام وفي كل مكان. يا اخي احنا تو قاعدين نراو في الملحنين التونسيين على شاشات التلفزه، ها نقولها بصراحه، ماناش قاعدين نراو وين الملحنين التونسيين، في من الله يرحمه ولا نعرفه ولا نراه. نسمع على المغنيين من زمن الجميل ورده ومعناتها وفاخر يعرف هذا، انهم كانت فما جلسات مع الشعراء، راهو معناتها قبل الاغنيه ما تخرج بالطبع فما جلسات. نعم. معينه بعديد الأيام مع الشعراء. نعم. يدرسوا أنه برغم شعراء من كاليبر قوي معناتها. نعم. كانوا يقعدوا معهم بعد جلسات مع الملحن، ومن بعد جلسات معهم الثلاثة بيشوفوا مدار باش تطلع الغناية وباش الإنسان يبدأوا راضين عليها ويبدأوا خايفين. احنا توا معناتها تلقاها طيب في بيتزا في الكوجينة تعمل لك طلع لك زوز غنايه، ولا في بيت الحمام طلع لك غنايه، ولكن يغلط. قل لي معناتها عبد الوهاب وفي سيرته يتحدث أنه أغدا ألقاك بقية يعني يمحص فيها ويفحص فيها سنة. أحيانا يأتي الدفق الفني، ولكن أحيانا كذلك الصنعة مهمة جدا. فما سؤال آخر عن إذنك فيخ. نعم. بربيش نقفل شوية ومن بعد نرجع الفيخ. فما زاد هو نحسوها معناتها كي نخرجوا للشارع ونحكيوا على المطالعة وعلى الكتاب وعلى لغة الذات اللي حكيتها أنت، إلا بعض الناس واللي هو معناتها للأسف يستهزئوا بها، وكأن فما قطيعة ما بين الجيل اللي يطالع ويقرأ والشعراء والأدباء ما بين الناس العاديين الاخرين، شنو سبب هالقطيعه هذه؟ عاد شنو نقول لك، انا بهت يعني بهت الى حد الذهول المؤلم، انه فتاه في احد البرامج التلفزيونيه يقول لها شنو هو كتاب التوراة، شكون على شكون نزلت، قلنا نزل على محمد، على النبي محمد، يعني فين وصلنا بصراحه تو هنا؟ شوف والله هي عمليه معقده، من نلوم المدرسة، نلوم العائلة، نلوم الإعلام، نلوم الكل. الحقيقة بسرعة فاخر عنده سؤال قبل ما نشوف الأخبار. مش هو مش سؤال، راهو تفاعل معناتها. نعم. حكيت أنت بكري على الصورة الشعرية والعمل، هنا نحكي على القصيد، في لازم يكون فيه فما عمق، فما صورة شعرية. صحيح. اليوم أنت فات، تعرف علاش أنت فات؟ على خاطر رانا ولينا نحكيو على عمل موسيقي استهلاكي، كيما نحكيو في المجتمع الاستهلاكي. صحيح. اليوم ولا عندنا كتاب مستهلك ومسرحية مستهلكة. صحيح. وعمل موسيقي مستهلك. دونك سي لا سوسيتي دو كونسوماسيون. دونك نرجع هنا لحكاية الكتاب، راهو ما نلوموش على لا نوفيل جينيراسيون. هنا نقول مثلا انت وزاره الثقافه من المشاريع نتاعها اللي بدا فيها الوزير السابق اللي شنو هو؟ يلزم يكونوا فما دي ميدياتيك.
في دي بيبليوتيك موديل نموذجي. علاش؟ على خاطر اليوم راهو لا نوفيل جينيراسيون احببنا ام كرهنا عندهم دوتر بوتونسييل، عندهم دوتر انتيليجونس. الكتاب اليوم اني بلو انتريسون بالنسبه لي هو الورقي، كان تحط له في الايباد تو يقراه وتقدموا له بصوره اخرى. الكتاب الورقي عنده مهم، عنده شارم، اما هنا باش نقرب ورانا يزيد نفهموا الايباد ولا في الكتاب يقرا. احنا نخرجوا الاخبار. يعطيك الصحه استاذه نفيسه، نورتنا، شكرا لك في فقره اليوم كوان بوك، احنا سميناها صفحه من كتاب. ان شاء الله في مناسبات اخرى نمشيو مع الاخبار بعد نرجع. 34 دقيقة كما قال عماد بكر، الوقت يجري برشا الحقيقة، وأمتعتنا مدام نفيسة. يعطيها الصحة. تنحس معنا برشا ما نسمعناش، نسمعوا الشعر بين عبر الزمن. يعطيك الصحة رضوان، الشعر والأدب والواحد والله يبعد عليه برشا، مقصرين برشا احنا في حق الكتاب. بالضبط، هم برشا الناس الكل. أي فريمون، يعطيك الصحة. احنا بحول كل جمعة باش يكون عندنا كاتب ولا شاعر، لابد لازمنا نقربوا الكتب والله، باش نعملوا جوائز كتب ونعملوا كل شيء. رغم اللي تعدد المشهد الإعلامي، قداش من قناة تلفزية وقداش من قناة إذاعية، معنا حتى برنامج ثقافي. الشعب يلزم يقرا، راهو الناس لازم تستانس تقرا. جوستمون تقرا واترافير هذاك، علاش احنا نحرص ان شاء الله تعجبكم ساده مستمعين اللي تبعوا فينا. شكر موصول لكم وكل اللي تبع فينا على صفحه الفيسبوك على متابعتكم، ونحاول نقدموا لكم ماده اعلاميه هادفه كما شفتوا في اجواء كبيره برشا. وخليني نشكر بربي كل ما حضر معنا في الاستوديو لهنا، بلال في الاخراج، عماد، ايمان، شامه، الدكتور فاخر حكيمه. ونمشيو للفقره، الفقره هذه تهتم بالمواهب. جون طالون بعد نرجع. جون تالون في بابيون. جون تالون على النجمة. جون طالون في بابيون، كل اسبوع باش يكون فما موهبه، دعوه هذه للناس الكل، كل مواهب مختلف الاعمار. راك نقولوا موهبه مش بالضروري يكون صغير في العمر، ساعات تلقى واحد 50 عام يعمل في حاجه. بالحق عماد استغرب معناتها من المره فاتت نقرا في انترفيو في مجله امريكيه، واحده عمرها 65 عام تعمل في الدونس كلاسيك وتمارس في الهوايه نتاعها. والله صدقني تو لا، وكي قالوا لها علاش تعمل في الدونس كلاسيك وسي ديباسي مع بدنك سايك وشي، قالت راني مش على خاطر الرشاقه، خاطر دونس كلاسيك اعطيني دينونسيون في ذهني وفي نفسيتي وكذا، راهو الجانب الروحي معناتها الجانب المعنوي، هذا اللي مانيش فاهمينه احنا. احنا عندنا سالم تعرفتوا عليه بكري، لكن تو باش تتعرفوا عليه بطريقه العزف، هاو باش يوري شنو عنده موهبه. We'll be right back.
يعطيك ألف صحة، يعطيك الصحة سالم، يعطيك الصحة، برافو، حاجة ممتازة ياسر الحقيقة، قدمت لنا حاجة رائعة، معناتها الشوا والتفاعل، ومعناتها قدام برو، معناتها قدام نعزف يطلع منه بالحق. أنا باش متعرف ديما ليزانترفيو كيكون عبد من مستوى عمرك، أنت جون طالون مع جون طالون ينجموا يتفاهموا بعضهم. باش خليك شيما حضرت لك بعض الأسئلة، حاول تفعل معاها باش تعمل لك انترفيو، نسميوه انترفيو شيما في لي جون طالون. شامونيات شامونيات حلو ياسر، ولو كثروا هذوما شامونيات باهي حلو ياسر. نفكر نعملوا روبريك اسمه شامونيات بعد امونيات بعد كيفاش انت رضوانيات عموديات سيبني انت عمديات بعد بلاليات عموديات. تفضل شيما. مرحبا بك اول حاجه، وانا فرحانه اللي انت موجود لهنا معنا، ونحب نقول لك برافو ويعطيك الصحه والف الف صحه، وعزفك رائع. ياك تخوفني يا فرحان. باهي انا نحب نسالك حاجه. تفضل. الاله اللي انت تعزف عليها اختيار شخصي والا سي فاخر هو اللي قال لك اختار هذه بالذات؟ لا اقرب شوي الميكرو سالم، باش تقول زوز. اقرب شوي الميكرو سالم. مو مليين صغير نبدا نسمع فيه ويعني معناتها نجم يكون هو اثر عليه. اي هو اللي اثر عليه. ولا كان يمشي معنا في ساكسوفون، زعما كنا وقتها في الدرايف. اي تحيه للجول هذاك. كان يمشي معنا في الباند، وبشويه بشويه فهمتني بدا يفك في يفك في بلاصه مع الجماعه. وشنو ترى روحك في المستقبل؟ باش تكمل في الميدان الفني كعمل، والا مخليها هوايه وعندك حاجات اخرى؟ هوايه كا. وقداش عندك تعزف عليها؟ الموسيقى ككل عندي 10 سنين ناش كيكا، بديت بيانو ومن بعد 6 ولا 7 سنين ساكسوفون، ومازال بيانو. شكون قدوتك من العازفين ولا عبدك تحب تولي كيف ومغروم بيه برشا في الموسيقى؟ اش تقول شارلي باركر؟ واي ضربت من الصعيب. عندكم سؤالات جماعة؟ انتم شكون يحب يسأل؟ انا اسألتي اني بشكون لك ثريه ديك علي لا للفخر للفخر لا كان عندك الفخر خلي بعد شوي فيسع فيسع سؤال سؤال خطر معنا نشبر عن ربع ساعة مزال عنا روبريك برك خفيسة. شنو وين تمارس في الغرام تاعك تو الوقت الحاضر بعد في الكونفينمون؟ في الدار. في الدار. سؤال صعيب هذيك على شكل عبد الرزاق الشابي فهمت. في كونفيرمون وين تمارس في الدار؟ لا لا في فرحة حشادي. لا انا نقول لك اكثر ما هو سؤال، نقول لك واصل يعطيك الصحة. ودي زيد من الارشادات الواحد ولا سؤال ما عندي سؤال هكا. ما عندك حتى سؤال؟ سؤال بسيط اختيار هكا هو. خلنا نسالك اني سؤال، تشوف انت العازفين توا في تونس الموقع نتاعهم التالي شوية مش في الصفوف الأمامية في العالم تو استطاعوا أنهم يصنعوا دي كونسير بالآلة متاعهم، سواء ساكسوفون سواء بالجيتار سواء باللورك، شفنا ياني شفنا برشا جماعة كبار حتى في تركيا. تشوف في تونس أن العازف مازال مكانته صغيرة، أنت كيفاش باش تدافع على بلاستك باش تكون عندك موقع ما تكونش وراء ديما الفنان في الظل، باش تكون أنت ستار مش الفنان ستار؟ خممتش في الحكاية دي؟ لا والله كل شيء يخمم فيه يعني. هذه خممتش فيها بالذات؟ خممت فيها.
من خم باش نبدا اني واختي نيروز. كانوا جبت انا معنا هذه نيروز. المره الجايه نجيبوه. المره الجايه نجيبوها نيروز. خرق العاده. قاعد الحقيقه قاعده تقدم وقاعد نحب نهزهم شويه للعربي شويه باش يعملوا الميلونج بين العربي والاوكسيدونتال. فهمتني؟ معناتها فما شويه في الدار عاملين جوهم واحد. سيدون لي جين. الحقيقه تعرف شنو راهو ساعات برشا الناس راهو الطفل وقت اللي يتعلم الموسيقى تعطيه ان اكيليبر والموسيقى راهي تعطيه الديفلوب دي زانتيلي عندنا في مخاخنا ملكات اخرى دي زانتيليجونس متعدده. فهمتني؟ راهو وقت اللي تعمل الموسيقى الديفلوب عندنا معناتها ذكاء معناتها عندنا نوعيه نتاع ذكاء وقت اللي تمارس كيما تمارس الرياضه ديفلوب الميوسكل راه الموسيقى والماتيماتيك ولا كذا ديفلوب دي زون في المخ. اي نحب نشكر سالم يعطيك صحة نحب نشجعك معناتها تواصل في الهوايه هذه. راهو الشباب كي بدا عنده هوايه وني نذكر روحي صغير راهو كمش الهوايه راني مانيش بلاصه هنايا راني ممكن ما قريتش الحق الهوايات هي الاخر بعدتني على برشا امور. الهوايه انت مهتم بهوايه معينه بعدك على برشا مشاكل ونحب نحييك يعطيك الصحه واصل آلة الساكسفون معناتها آلة نوبل نوبل برشا معناتها حاجة حلوة برشا مش مشير الحاجة نوبل أخرى زادة مزينة برشا يا ربريك ضيف على الكيف ومن بعد باش تحكيوهم أنتوما ضيفنا اللي هو يعمل كيف بالحق ضيف على الكيف ضيف على الكيف بما انه خلينا ديزونا احنا في اخر حكيمه ملول خذيناه كمدير اداره الموسيقى والرقص سابقا وحكينا معاه توا بما انه موسيقي باش نخلي الكلمه للولاد الموجودين معنا عماد ايمان شامه اذا كان عندهم سؤال سالم زاده اذا كان عنده سؤال يتحرج منه في الدار ما حبش يسالوا البوه مضبيه توا منك ليه اسالوا سؤال اللي انت في بالك قول والله مضبيه كنت نحب نسال السؤال هذا وجات الفرصه توا في الاذاعه في المباشر نحب نسالوا باش نخليك تخمم في سؤال ما تقوليش ما فماش. عماد الكلمه لك انت شنو السؤال تحب تساله الفخر؟ فخر حكيمه بما انه نعيشوا فتره ما بعد الكورونا كيفاش ترى معناتها التاثير على الوباء هذا على السير العادي نقولوا احنا للمهرجانات الصيفيه الالواق معناتها الامباكت سور لو ميوزيسيان بصفه عامه خاصه انه في المده الاخيره برشا فنانين وقاعدين يوم نشوف برشا فنانين هبطوا فيديوهات على الواقع اللي قاعدين يعيشوا فيه فتره ما بعد الكورونا الواقع اللي مأثر عليهم ياسر. صحيح كي واحد يحب يعمل قراءه ايجابيه بالنسبه للكونفينمون الحقيقه شفت في الفيسبوك برشا انتاجات موسيقيه معناتها راهو تشوف تحس ان المجتمع التونسي والموسيقى فم موسيقيين بارعين برشا معناتها وخرجوا كما تقول انت اللي تسد في الدار يلقى روحه بين اربع حيوط هذاك الهوايه نتاعه والغرام اللي كنا نحكيو فيه فتق فيه مواهبه دونك كذا الجانب الايجابي. الجانب السلبي الامباكت اللي تحس اللي الازمه هذه ظهرت كون القطاع مهمش فيه برشا اخلالات معناتها الموسيقي لو ستاتيو دان ميوزيسيان بروفيسيونيل غير موجود في الدوله مش موجود لابروف كلهم توا معناتها اللي كانوا يشتغلوا في القطاع يلقاو رواحهم البر معناتها فما الناس المهنه نتاعها يمشي يهز آلته يمشي يخدم على روحه كوسوسوا في المهرجانات في العروض في الاعراس حتى في العلب الليليه في الشتاء هذاك مورد الرزق نتاعو اليوم يلقى روحه معناتها والمشكل تعرف شنو معناتها لي سيرفور والقطاعات الاخرين قولهم حلول والموسيقي غير موجود بسرعه خاطر ماذا بين الاجوبه تكون برقيه فاخر بزاف عندنا اقل من 10 دقائق. ايمان شنو سؤالك؟ سؤالي الفاخر كاستاذ تعليم عالي احنا توا قاعدين نشوفوا اللي استعمال الموسيقى في التعليم شنو رايك وشنو اهم ميتو هذايا عند الطفل والا عند الادولت والا عند الشباب؟ كما كنت نحكي لك راهو التعليم الموسيقى يلزم يكون من اولويات الدوله. علاش؟ على خاطر راهو الموسيقى نتعلموها برشا ناس غالطه معناتها حتى كي يهز ولده الكونسرفاتوار ولا يهز باش يعمل كور تاع انسترومون يحبوا في شهرين يتعلم ويقول له وريني شنو تعلمت وبعد تالي كي ما لقاش ما تعلمش يبطلوا. لا على خاطر راهو وقت اللي تتعلم الموسيقى مش بالضروره باش تولي معناتها ان بروفيسيونيل. تتعلم الموسيقى باش تولي ديما نرجع ونقول ان سيتويان ايكيليبري. راهو الفن يهذب الذوق. اش معناتها؟ راهو الفن تعليم الفنون بصفه عامه مش كان الموسيقى راهو المسرح والرقص والفنون التشكيليه وكذا باش يحرك فيك الارتيست اللي لداخل الحس الفني معناتها كل واحد فينا راهو اللي قاعد هنا عنده في داخله ان ارتيست طبعا. وقت اللي انت تمشي تحركوا فيه هذاك راهو انت حميته غدو ما نجمش يولي عنيف غدو ما نجمش يعمل براكاج غدو ما يمشيش يمشي يضرب فلان باش ياخذ من عنده 10000 دونك انت باش تعمل معناتها ان سيتويان سونسيبل وما ينجمش يكون عنيف دونك هذاك راهو الاوبجيكتيف. شما
سي فاخر نحب نسألك بالله، هل أنت مع أو ضد أنه الفنان بالضرورة عليه يمر بالمعاهد الموسيقية باش يتسمى فنان؟ لا شوف، المعاهد الموسيقية كما كنت نحكي لك جونشين معناتها على نفس الجواب، المعهد راهو في مستوى الكونسرفاتوار راهو يهذب الذوق، يخلق ان سيتويان اكيليبري، يخلق انسان غدوه ما نجمش يكون عنيف، فاعل في المجتمع وتحرك فيه الحس الفني. نحكي على مستوى المعاهد لي انستيتيو سوبيريور ما نجمش يكون يخرج في فنانين على خاطر الاساس هذا ما اللي نقولوا احنا كليه الاداب اذا ما تخرج كان الشعراء والادباء لا جوستوما المعاهد تخرج في معناتها في 90% في اساتذه باش يمشيوا يكونوا الاجيال هذه والاطفال، ولكن فيهم 10% غدوه يمتهن المهنه هذيك يولي محترف يولي ان ارتست يولي ان كومبوزيتور، دونك ماهيش بالضروره الفوكاسيون نتاعها فنان. الموهبه والتكوين هامين برشا، واحد يبدا عنده موهبه ويتكون زاد هام جدا. سالم شنو سؤالك توا مع شبوك بوك في الدار؟ شنو سؤالك للفنان فاخر حكيم؟ انا نحب نرجع نخدم على روحي، نحب نسأله وقتاش ترجع ساكسوفانز؟ تعرف كلمة حاجة وتصدقني؟ نكلمك والله خطفت لي السؤال هذي من عندي ألف صح برا ميسيج باش ما نضيعوش الحقيقة. معناتها في سبتمبر 2016 ساكسوفانز وصلنا مشينا المهرجان قرطاج وعملنا برشا عروض، عملنا تقريبا وانا نتكلم حاجه اني مش نكون منعاتبك شويه، راك كنت معناتها انت كنت سبب ضحيه بساكسوفان في جره هالمنصب تاع وزاره الثقافه وهي في الاوج نتاعها، وهي لوني في العالم العربي كفرقه تتكون من عازفين تاع ساكسوفان في العالم العربي ما فماش. سي لا بروميير اكسبيريونس اللي معناتها مطرب يغني وراه بيج باند. دونك احنا راهو حتى بور ايفيتي الكونفلي دانتيري، يعني خاطر اذا كان انت في منصب في هذا وتعطي دعم علاش ما وصلوش البقيه فاخر؟ والله مش معناتها يلزم تكون فما ديسبونيبيليتي والكيب، معناتها يلزم يكون فيها كلكان اللي هو يخدم بعد تالي تفرتوا ان شاء الله باش ترجع ساكسوفانز، باش يرجع ساكسوفانز هذا وعد معناتها ان شاء الله تكون فما انتاجات جديده زاد بالطبيعه فما دي كومبوزيسيون نتاعي باش نحاولوا خلينا نمشيو للريبريك الاخراني باش نتعصفوا شويه بلال عن اخبار الفنيه ار نيوز، باش ناخذوا بعض الاخبار في سفيسه مع الشام ومن بعد نقفلوا الحصه. ارت نيوز جديد الفن والفنانين. في فقرة نيوزار غادي تكتشفوا معنا كل أسبوع آخر أخبار الفنانين والأعمال الفنية الجديدة في تونس والوطن العربي، واليوم غادا نحكي لكم على آخر الإصدارات الفنية والدرامية. بالنسبة لميدان الغناء، إنتاجات الفنية قلت بسبب جائحة كورونا، صحيح في الفيروس قيدنا حريتنا وعيشنا الوسواس والهلواس وخلانا في ديارنا ومنعنا من التنقل، إلا أنه ما منعناش من الحياة والفرحة والغناء، وشاهدنا بعض الإنتاجات والحفلات أما أونلين. لو تسمح تبعت شوية على الميكرو برك ما باش ما يشتيش بابيك. نقدر نقولوا هذا هو الفن زمن الحجر، ومن بينهم الفنان حاتم عمور وأسماء المنور اللي أطلقوا غناية جديدة بعنوان هينة، وأحيا كل من الفنان ماجد المهندس يوم 25 ماي والفنان محمد عبدو يوم 26 ماي وراشد المجد يوم 27 ماي والفنانة اللبنانية نجوى كرم يوم 28 ماي حفلات غنائية مباشرة بمناسبة عيد الفطر بالتعاون مع شركة روتانا والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. والفنانة نانسي عجرم قامت بإحياء حفل منفرد مباشر من بيروت، وتم إذاعة هذا الحفل مباشرة عن طريق خاصية البث المباشر لليوتيوب، وكان شعار هذا الحفل أمل بلا حدود. باهي، ونحكيو بالنسبة للتوانسة اللي كانوا سباقين في الفكرة، سباقين وأحيوا حفلات مباشرة. سباقين أسافوار، احنا ما عندناش بوان دو ريبير شكون سبق أكثر. يندرى الفنانين في العرب ولا ما خلينا نقولوا قاموا بمبادرات وكهو احيوا حفلات مباشره على الفيسبوك، وكان التواصل مباشر بينهم وبين الجمهور. وعلى ذكر الفنانين التوانسه، فانه فما شكون ما عرفش الاستسلام وواصل في انتاجاته، ونذكروا منهم على سبيل الذكر وليس الحصر الفنان ايمن لسيق بالتعاون مع الفنانه الفا رمضان والموزع حمدي المهيري باصدار ماشاب يجمع بين أغنية ما تفكرنيش الهدى سعد وواش تسوى للشاب عقيل. ابتهالات للفنانة شهرة زيد الهلال طلب الحبيب مدى العمر يا مالك الملك والفنان محمد بن صالح لدار ابتهالات وأغنية خليك بالدار، والفنان مروان علي اللي قام بكوفر لعبد الحليم رجعنا لزمن الفن الجميل، وحتى الراب واخو نصيبه، وشهدنا عمل متميز لابن الجهة رادي ريد ستار في ديدلي في أغنية براي. هذه أول حلقة لنيوزار، والملتقى الاسبوع القادم في اخبار جديده كتهم الفن والفنانين. باه يعطيك الصحه. نحن تور دو تابل كلمه كلمه الناس الكل، نبدا بايمان
واش تحب تقول في اخر الحصه؟ ان شاء الله نكونوا خفاف نضاف على المستمعين، ان شاء الله نتلقاو ان شاء الله في الاسبوع القادم بمواضيع جديده ومنوعه تكون احسن وخير ومش كيما لا بروميير اكسبيريونس. ونشكر ضيفنا، يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. واصل 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 على خاطر الفن، الفن ما نجموش نعيشوا بلاش فن. رجعنا للارشادات هاي السي عماد. في مسطحه ولا يعطيك الف صحه رتون شبيري، جمعت شملنا وجمعت شملنا وعرفني عن قرب على سي فاخر حكيمة. زاد تحيه للشاعر اللي كتب حدانا مدام فيسا تريكي، وزاد سي مالولي كان هوني في مسطحه اولى برنامج يعمل كيف. ناكد لك اللي كنا خفيف ظل عن طريق الانطباعات اللي قاعده تجيني على الفيسبوك. تحيه لكم الكل، فريق العام معايا بالحق، فرحان اني خدمت معاكم. شكرا على كرم الاستماع للمستمعين الكل، وتحيه للامهات. غدوا فين الامهات؟ غدوه. ولو اني ضد عيد الامهات الحقيقه، عنده اسبي كوميرسيال سي رضوان. اسمع، راهو امهات لازم نحتفلوا بهم العام 12 البدعات هذه، راهو ان شاء الله تحكينا بها في نقطه المره الجايه. شام، انا فرحانه اليوم كاول تجربه، يعطينا صحه. لا يعطيكم الصحه الحق. لا سامو، راني اني كان فما كلمه راني ولا عندي في الاوف ولا عندي البر، معناها نقول ديريكت اذا كان فما حاجات داكوردو، فما حاجات نتاع اول وحده وشويه ارتباط وشويه هذاك. اما راهو يعطيكم الف صحه، ربي يفضل ممتاز. وفرحانه بوجود سي فاخر حكيمه وولده، يعطيكم الف صحه الناس الكل. سي فاخر شرفنا بالحضور، يعطيك الف صحه. يعيشك، نشوفوك متالق ان شاء الله. يعيشك رضوان، حبيت نشكركم زاد، وحبيت مش معناتها مش رمي ورود، ولكن الحصة فريمون جمعت بين خفيفة الظل أول حاجة، وفما المحتوى، تحس المحتوى هادف والنقاش معناتها رغم اللي هو تلقائي، ومعناتها فما معناتها نحكيه بتلقائية، ولكن فما معاني، فما خطاب، وفما عمق، وفما حتى كونديكتور واضح، فما خدمة، فما استراتيجية باش واحد يقدم مادة. نشكرك رضوان، ونشكر كل الضيوف، وإن شاء الله ديما متألقين، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. سالم، خلي لك كلمة اللي كنت زادة. ان شاء الله ديما متألقين، وان شاء الله منحسني لاحسن صحيح. وان شاء الله الشباب، ان شاء الله الشباب الكل كيفك انت الحقيقه، تربيه واخلاق وفن وموهبه وقرايه. احكي لي شويه على القرايه حقا به. سافا سمارش في القرايه؟ الحمد لله. قداش مويان كيما تحب؟ سؤال مش مجبور. 14 فيرجول. ممتاز ياسر، ذلك الشبل من ذلك الاسد، وين نعرف فاخر. وبالحق يعطيكم الف صحه، نشكر بليل في الاخراج، يعطيه الصحه على طول باله عشيه سبت، راهو في سامدي سواري حاوس شادين وبحذانا. نشكر ايمان، يعطيك الف صحه ايمان، ميرسي بوكو على حضورك. عماد، يعطيك الف صحه. شامه زاد كيف على الفقرات وعلى المجهود تخدموا فيه ليلين، رانا قاعدين نخدموا كل ليله سوا، اذا كانوا نكونوا في الاذاعه كانش في الانترنت. البارح حط لنا وقت نخدموا شام تقريبا، والله تلمون برشا مخرجين ثلاثة نتاع الصباح الأربعة. إيمان قامت من النوم وحلت بيسين تاعها، سامحوني حصيلو. يعطيكم ألف صحة الناس الكل. احنا إن شاء الله رانا هذي كل نحب نقدموا حاجة مزيانة برشا الحقيقة. راهو الرهان توا مش الإنسان هاني نجحتك هو، راهو احنا إيش قدمنا للناس، وما نرضاوش على الحاجة هذيك إلا ما نشوفوها في عينيكم أنتوما. ألف صحة، شكر موصول لكل الناس. سامحوني راني ما سميتكمش، المرة الجاية نوعدكم نسميكم بالاسم بالاسم على الفيسبوك. إذا تفاعلوا معنا فما عبارة الشكر، فما تحيات لعماد، فما تحيات لشامة، فما تحية الناس الكل. نشكركم الكل اللي يسمعوا فينا بالراديو، نعطيكم ألف صحة. موعدنا السبت القادم بابيون آخر إن شاء الله. تصبحون على محبة، وإلى اللقاء.